مشاهدينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من البيت بيتك. حلقة النهاردة الحقيقة من البيت بيتك هتكون مختلفة حبتين، بس زي ما تعودتوا ان احنا دايما في الزيارات الهامة بنكون مع حضراتكم من القاهرة ومن حيث تكون زيارة الرئيس السيسي الى الخارج. زي ما حضراتكم عارفين بكرة ان شاء الله الرئيس السيسي هيتوجه الى موسكو في ثالث زيارة، تاني زيارة لي كرئيس وتالت زيارة لي بصفة عامة، لأنه في زيارتين للرئيس السيسي كانوا لروسيا وهو رئيسا، وكان في زيارة قام بيها حينما كان وزيرا للدفاع. مفيش شك أن كل زيارة إلى روسيا للرئيس السيسي أو أي شيء في نطاق العلاقات المصرية الروسية بيكون ليها أهمية كبيرة جدا، خاصة للتعاون ما بين البلدين، مش بس فيما يخص تعزيز العلاقات ما بينهم أو فيما بينهما، ولكن أيضا فيما يخص الملفات والأحداث اللي بتحصل في المنطقة. ولأنه مصر وروسيا لاعبين كبيرين في ما يخص الأحداث دي، وبالتالي مهم جدا بتبقى هذه الزيارات وبيكون ليها أبعاد وبيكون ناس كتير بتنتظر نتائج هذه الزيارات. يمكن من الملفات المهمة اللي هتكون على طاولة المباحثات في هذه الزيارة ملف محطة الضبع النووية على سبيل المثال، ما أثير عن إقامة منطقة لوجستية روسية على ضفتي أو على إحدى ضفتي قناة السويس، ده إلى جانب كمان تعزيز المثلث المصري الروسي السعودي، تعزيز هذا المثلث. ويمكن كمان فيما أثير أيضا في هذا الاتجاه ومع هذه الزيارة هو فكرة تشكيل القوات العربية المشتركة. طب إيه علاقة روسيا بتشكيل القوات العربية المشتركة؟ علاقة روسيا بهذه القوة اللي المفترض أنه يعني بتفصلنا أيام عن إعلان تشكيلها وتفاصيلها، علاقة روسيا بهذا الموضوع هو ما أثير من البعض، بعض الخبراء، بأنه تسليح القوات العربية المشتركة هيكون بسلاح روسي. يعني أنا قلت لحضراتكم يمكن دي نبذة عن بعض الملفات اللي هتكون موجودة على طاولة المباحثات ما بين مصر والجانب الروسي، إنما مما لا شك فيه أنه قد يكون هناك ملفات أخرى كمان. بعض الخبراء أيضا أثاروا فكرة أنه احتمالية عقد صفقة ما بين مصر وروسيا فيما يخص استيراد الغاز السائل من روسيا. زي ما بقول لحضراتكم دايما مع كل زيارة متبادلة ما بين مصر وروسيا بيكون في تكهنات كتير جدا عن الملفات اللي هتكون على طاولة المباحثات ما بين الجانبين. احنا طبعا هنتابع مع حضراتكم ايه اللي بيحصل في روسيا دلوقتي من خلال زميلنا عمرو عبد الحميد، هو موجود الان في موسكو حيث سيتوجه الرئيس السيسي غدا ان شاء الله، هينقل لنا ايه الاستعدادات اللي موجوده، ايه التكهنات اللي موجوده، الصحف الروسيه بتقول ايه عن هذه الزياره، الى جانب طبعا هنتابع معاه على مدار الايام القادمه غدا وبعد غد تفاصيل اكتر حول هذه الزياره. خلونا ننتقل الى روسيا والزميل عمرو عبد الحميد. مساء الخير يا عمرو خرشوف. مساء الخير يا رامي خرشوف. خرشوف انا كويس. ده يبقى انا كويس يعني. او اي حاجه بقى انت عارف احنا عارفين كلمتين وخلاص. لا بسم الله ما شاء الله، يعني لغتك الروسيه تحسنت اليوم الفل. يعني على ايدك بقى انت عارف، شد حيلك. ايه الاخبار عندك يا عمرو؟ يعني كنت بتكلم عن انك هتنقلنا اكيد الاستعدادات اللي موجوده في موسكو الان، الصحف الروسيه بتقول ايه عن هذه الزياره؟ قرينا كتير في الصحف المصريه عن التكهنات حول ابرز الملفات، الصحف الروسيه كمان بتقول ايه في هذا الاتجاه؟ طيب انا هتكلم، بس يا ريت الشباب عندنا في الاستوديو يوطوا، عندي صدى صوت بسمع نفسي مرتين دلوقتي. لكن بشكل عام يا رامي الزياره دي بتختلف عن الزيارات اللي هي حصلت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره اللي فاتت. طبعا الزياره دي رقم 4. الزيارة الأولى كانت لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لسه وزير دفاع. الزيارتين اللي فاتوا كان
طبعا الزيارة الأولى لما كان الرئيس في أغسطس 2014 لما التقى مع الرئيس بوتين في مدينة سوتشي، وكان استقبال هائل بصراحة، يعني لفت الأنظار هنا في روسيا وفي مصر. الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في شهر مايو اللي فات، في 9 مايو عندما شارك في الاحتفالات بعيد النصر، ودي الزيارة الرابعة. طبعا الزيارات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسي دي لها أكبر مغزى في ما يتعلق بتنامي العلاقات المصرية الروسية بشكل عام. طبعا الزيارة لها بعدين، البعد الاقتصادي والبعد التجاري، على رأسه المشروعات الاقتصادية المزمع إنشائها بين الجانبين المصري والروسي. بيأتي على رأس هذه المشروعات طبعا مشروع إنشاء محطة نووية في الضبعة، والمشروع ده طبعا احنا عرفنا انه خلاص في اتفاق سيوقع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين يوم الأربعاء بإذن الله. ويمكن مصادرنا الخاصة قالت لنا أنه كانت في معركة حامية الوطيس بين شركات صينية وشركات أمريكية وشركات أخرى للفوز بهذا العقد، لكن شركة روس أتم الروسية حسمت هذا الموضوع. وبالمناسبة روس أتم بيرأسها سيرجي كريينكو اللي كان رئيس وزراء زمان في عهد يلسن، هو اللي بيمسك شركة روس أتم، وهيلتقي بكرة إن شاء الله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. عايز أتكلم بس برضو يا رامي عن اللقاءات العديدة اللي هيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وصوله بكرة. هيلتقي برئيس مجلس الدوما سيرجي ناريشكين في مجلس الدوما، في مقر مجلس الدوما اللي هو أجازة دلوقتي، لكن ستفتح أبواب الدوما بكرة غدا، يعني خصيصا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيلتقي مع رئيس مجلس الدوما، بالإضافة إلى لقاءاته الأخرى مع مسؤولين روس عديدين، منهم رؤساء شركات، منهم كبار رجال الأعمال. أيضا من خلال معلوماتنا الخاصة، ومعلومة دي عرفتها قبل الهوى يمكن بثلاث دقائق من مصادر روسية، ويا للعجب، قالوا لنا انه او قالوا لي انه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة ان شاء الله هيعقد لقاء مهم جدا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي اللي موجود حاليا في موسكو للمشاركة في او لحضور معرض اسمه معرض ماكس للطيران. إذن الرئيس السيسي بكرة هيلتقي على الأراضي الروسية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وربما يوم الأربعاء الصبح هيلتقي الرئيس السيسي أيضا حسب مصادر روسية أكدت لي أنه قد يلتقي مع الملك عبد الله ملك الأردن يوم الأربعاء الصبح. وطبعا يعني ده يعني بيشير إلى أن الموضوع الإقليمي رقم واحد سيكون في صدر هذه اللقاءات، ألا وهو سوريا، داعش، الاضطرابات اللي حصلانا في الإقليم. دي كلها تكون محور للمباحثات اللي هتجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، وكذلك بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني. دي يمكن أهم ملامح الزيارة. لكن زي ما قلنا رامي، الموضوع الاقتصادي طبعا بيتصدر الملفات اللي على طاولة البحث بين بوتين والسيسي، موضوع الضبعة، موضوع إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس الجديدة أيضا من ضمن الموضوعات المهمة جدا، والسيسي سيسعى أنه يجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال هذه المنطقة، منطقة صناعية كبرى يعني تزمع روسيا إنشائها في محور قناة السويس الجديدة. أيضا موضوع السلاح، التسليح، خلينا نقول أنه يبدو أن ملامح صفقة تتعلق بمد روسيا لمصر بطائرات الميج 29 ستتبلور، وربما ستوقع خلال هذه الزيارة حوالي 45-46 طيارة ميج 29 هتاخدهم مصر من روسيا في صفقة يمكن الجانب المصري شغال عليها من عدة أشهر وربما من سنتين أو أكتر. صحيح. طبعا دي من ضمن الموضوعات والملفات المهمة جدا، التعاون العسكري، التعاون العسكري التقني بين القاهرة وموسكو. إجمالا هذه الزيارة تختلف عن الزيارات اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول، لأنه دي خلاص يعني اتوضعت، أو الزيارة
الإدارات السابقة وضعت حجر الأساس لهذه العلاقات الجديدة بين مصر وروسيا. الآن كل من بوتين والسيسي بيبنوا على هذه القاعدة اللي نجحوا في إرسائها خلال السنة اللي فاتت. صحيح صحيح. طيب وعمرو النبي ما تنساش بس مش هنوصيك كالعادة يعني جولة كده في الشوارع الروسية عشان نشوف الأجواء الروسية الجميلة. من غير ما تقول طبعا اعمل لك جوله خصيصا ليك يا رامي، بس كمان عايز اقول ان احنا هنتقابل ان شاء الله بعد ساعه على الهواء، وهيكون معايا السيناتور زياد سبسبي نائب رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الفيدراليه الروسي، وايضا هيكون معايا المحلل السياسي الروسي المعروف يفجيني صدرف. هنتكلم عن ابعاد زياره السيسي وهنشرح ايه اللي بينتظر هذه العلاقات في المرحله الراهنه. صحيح، وهنا اكيد هنرجع ليك يا عمرو ومنتظرين هذا اللقاء، واعتقد انه من ضمن الاسئله الرئيسيه اللي هتسال او هتطرحها على ضيوفك الكرام هو انه من ضمن الاختلافات الرئيسيه في هذه الزياره وجود قائدين عربيين الى جانب طبعا الرئيس السيسي اثناء هذه الزياره، وده يعني بيقول انه في ملفات تانية هتفتح وهتكون قايده البحث والتشاور خلال هذه الزياره بالفعل. صحيح صحيح. بشكرك جدا الزميل العزيز عمرو عبد الحميد. ايوه، والملك عبد الله موجودين في موسكو، ويعني هنعرف هل بتتبلور يعني مبادرة ما لحل الأزمة السورية. طبعا انت عارف انه الجانب الروسي والرئيس بوتين شخصيا كان طرح انه إقامة تحالف بيضم تركيا والسعودية ومصر والأردن وسوريا لمحاربة داعش، لكن طبعا هذه المبادرة وجدت اعتراضات من أطراف يعني عربية. لكن هل سيمكن تعديل هذه المبادرة؟ هل ستشهد موسكو مؤتمر جنيف رقم 3 لحل الأزمة السورية؟ ده كله هنتعرف عليه ونستشف إمكانية حدوثه من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل عمرو عبد الحميد، وأكيد هنرجع لك مرة تانية مع ضيوفك الكرام لمزيد من التحليل والقراءات حول هذه الزيارة. يمكن زي ما كنت بقول في الأول، بس هي الحسبة اختلفت عشان أو يعني أنا قلت الحسبة غلط أو الحسبة كانت صح والعنوان كان غلط، عشان كده عمرو كمان صلحها لي إنه دي زيارة الرابعة مش التالتة. أنا قلت إنه الرئيس السيسي عمل زيارتين كرئيس وزيارة كوزير دفاع، وبالتالي دي الزيارة الرابعة. زي ما عمرو قال، الحقيقة إنه السنتين اللي فاتوا حجر الأساس وضع لتعزيز العلاقات المصرية الروسية، وفي ملفات كتير جدا كان تم بحثها والتشاور حولها وما إلى ذلك، ومع يعني التقدم أو المضي قدما مع الوقت دايما بيكون في مضي قدما أيضا على صعيد الاتفاقيات. لو كان في مذكرات تفاهم بتتحول إلى اتفاقيات، لو كان في اتفاقيات لسه قايدة التشاور في إجراءات أو بدء فعلي لتنفيذ بعض هذه الاتفاقيات. محطة الضبعة ده على الشأن أو على الصعيد الاقتصادي ده شيء مهم جدا، وكلنا كنا منتظرين نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الملف. أعتقد أنه الزيارة دي برضه هتخرج لنا بتفاصيل أكتر وعن تواريخ بقى محددة حول بدء تنفيذ هذا المشروع، إلى جانب طبعا المنطقة اللوجستية الروسية على ضفة قناة السويس ومشروعات تانية عديدة. ده الشق الاقتصادي. الشق السياسي الحقيقة في تكهنات كتير زي ما قلت لحضراتكم، يمكن عمرو كمان بروز فكرة وجود الملك عبد الله الثاني وأيضا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وده الحقيقة ما كانش أو سيناريو مختلف عن الزيارات اللي فاتت، وبالتالي منتظرين أنه وجود ثلاث قيادات عربية في روسيا خلال اليومين القادمين، ويعني اللقاءات اللي هتتم المشتركة أو الثنائية أو المجمعة، كل ده أعتقد هيخلينا ننتظر أيضا لنتعرف على مزيد من التفاصيل حول نتائج هذه الزيارة. بعيدا بقى عن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، الحقيقة زي ما حضراتكم متعودين معنا في البيت بيتك، إحنا دايما القامات والرموز اللي رحلوا عن عالمنا دايما بنحاول ان احنا نذكر حضراتكم بيهم ونقول لكم ما تنسوش انه في اليوم ده
كان ميلاد أو رحيل أحد رموز سواء الفن أو الثقافة المصرية، أحد الأشخاص اللي يعني أثروا فينا وأثروا الحياة المصرية على الصعيد الفني أو الثقافي أو أي من الأصعدة بمجهودهم وما بذلوه من مجهود على مدار سنين. النهاردة الحقيقة ذكرى رقم 12 لرحيل عذراء السينما المصرية، ماما أمينة كما كان يلقبها العديد من الفنانين تحديدا والعديد من المواطنين كمان، الفنانة القديرة رحمها الله أمينة رزق، زي النهاردة من 12 سنة رحلت عن عالمنا سنة 2003. ويعني الحقيقة الفنانة أمينة رزق من الشخصيات اللي برضو ما تعرفش تتكلم عنهم كتير، لأنك مش محتاج تتكلم عنهم كتير، هي الحقيقة عنوان، هي تاريخ، هي زي ما قلت لقبها الأشهر هو عذراء السينما المصرية. ويعني قدمت الحقيقة للسينما المصرية أفلام كتير وكان ليها مشاركات عديدة في العديد والعديد من المسرحيات، يمكن كان أولهم مسرحية راسبوتين مع يوسف بيك وهبي، ويمكن أول تجربة مسرحية ليها كانت سنة 1922 مع خالتها، وكانت بتغني بجوار خالتها، وده كان مسرحية تبع فرقة الفنان القدير أيضا علي الكسار. أمينة رزق زي ما بقول لحضراتكم طبعا لو اتكلمنا عن أفلامها في أفلام كتير جدا، يعني دعاء الكروان، شيء من الخوف، قلب امرأة، الشموع السوداء، بس أمينة رزق تحديدا زي ما قلت لحضراتكم هي عنوان مختلف شوية، يمكن لأنه اشتهرت هي دايما في عملها بالدراما أو التراجيدي في أدوارها، عشان كده حتى تلاقي بعض الناس بيستخدموا إفيه بينم عن أدائها كان لأدوارها والأدوار اللي كانت بتقدمها في السينما، زي مثلا لما تلاقي حد وانت بتتكلم معاه مثلا بتهزر فقام قلب الموضوع دراما شوية، فتقول له يا عم ما تعملش، انت هتعملي فيها أمينة رزق ولا ايه؟ لان هي اصبحت عنوان الحقيقة لهذه النوعية من الادوار اللي كانت بتقدمها. قدمت ادوار كتير جدا، كانت يمكن من ابرز او اشهر الامهات في السينما المصرية، زي ما قلت لحضراتكم لقبها الاشهر عذراء السينما المصرية. وخليني اقول لحضراتكم كمان ان هي لما بدأت مسرح بدأت مع زي ما قلت لحضراتكم اول مرة وقفت على خشبة مسرح كان مع خالتها في فرقة علي الكسار، انما بدأت بقى تأدي شخصيات على المسرح مع يوسف بيك وهبي، وقيل الحقيقة أنه هي كانت بتعشقه بدرجة كبيرة جدا وكان بيمثل ليها المثل الأعلى في التمثيل، وكانت يعني دايبة في غرامه، ولكن لم يكلل هذا الحب بالجواز وظلت عذراء السينما المصرية، عشان كده كان ده لقبها. سريعا طبعا بعد الفاصل مصر حصل فيها ايه النهاردة، وزي ما عمرو قال هيكون لي لقاء مع بعض المتخصصين او بعض الاشخاص من روسيا، بعض الروسيين، عشان زي ما قال لنا يعني معاه سيناتور ومعاه محلل سياسي، عشان يكلمونا اكتر عن رؤيتهم لأهمية هذه الزيارة والملفات اللي هيتم بحثها. الفقرة الاخيرة اللي معانا النهاردة كمان يمكن حضراتكم تابعتوا على مدار الايام القليلة الماضية الحملة اللي اطلقتها بعض الاحزاب وبعض السياسيين، عنوانها لا للاحزاب الدينية. ففي الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة احنا هنفرد مساحة لهذا هذه الحملة عشان نعرف ايه أسباب الحملة، الأسباب وراء هذه الحملة، ايه المطالب حولها، ايه المختلف في الحملة دي عن الدعاوى القضائية اللي كانت رفعت قبل كده، ويمكن المحكمة الإدارية العليا كانت رفضت بعض من الطلبات اللي كانت متقدمة أو الدعاوى اللي تم رفعها، إلا هيبقى مختلف من هذه الحملة وهذه المطالبات إيه سببها وما إلى ذلك. وقبلها الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الزيارة، زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا اللي هيبقى يعني على طاولة المفاوضات والمباحثات، ملفات كتير جدا بتخص الشأن العربي زي سوريا على سبيل المثال وما يحدث في سوريا. كمان احنا الحقيقة حرصنا النهاردة ان احنا عايزين نتكلم عن ملف يمكن ما اتكلمناش عنه بقالنا فترة، وفي البيت بيتك يمكن ما اتكلمناش عنه بشكل مكثف منذ ان بدأ البرنامج، وهو ملف حماس وتحديدا
ليه بنفتح الموضوع ده دلوقتي؟ عشان بعد الحادث الأخير اللي وقع تفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، ناس كتير كانت بتربط في اللحظة دي، ربطت لمرة تانية ما بين فتح معبر رفح وما بين عمليات إرهابية أو العمليات الإرهابية اللي بتنفذ داخل مصر. هل الربط ده موجود ولا مش واقعي؟ هل في محله ولا مش في محله؟ دي تفاصيل كتير هنناقشها الحقيقة في الفقرة اللي قبل الأخيرة. أما بعد الفاصل فخلونا نعرف مصر حصل فيها إيه النهاردة، خليكم معانا. بملامحها الحنونة وصدق إحساسها استطاعت أن تحصل في الوسط الفني على لقب ماما أمينة. الفنانة أمينة رزق التي تحل ذكرى وفاتها اليوم ولدت في 10 إبريل عام 1910 بمدينة طنطا، وكانت بدايتها مع الفن عندما التقت عميد المسرح العربي الفنان يوسف وهبي لتصبح بعد ذلك النجمة الأولى في مسرحه. وجاء مشوارها مع السينما مبكراً، فمع بداية عام 1928 كان فيلمها الأول الصامت سعاد الغجرية، ثم توالت أعمالها السينمائية فقدمت أكثر من 400 فيلم، من أهمها بداية ونهاية، بائعة الخبز، الشموع السوداء، وأدت في معظمها دور الأم ببراعة. مين برجع؟ طيب أن أم مريم ما سرقتش ولا حرقت ولا قتلت، مطلوبة ربنا العالم. هي لما السينما المصرية إبراهيم لامة وبدر لامة حبوا يعملوا شخصية كليوباترا الجميلة دي، ملكة الملكات زي ما يقولوا، جابوا أمينة رزق في السينما في فيلم اسمه كليوباترا سنة 43. إذن إحنا لازم نشوف أمينة رزق بأكتر من وجه، هي مش فقط الأم اللي هي البكاء في السينما المصرية أو اللي قاعدة تعيط على مصير ابنها زي ما حصل مثلا في الشموع السوداء. كما قدمت أمينة رزق كثيرا من المسرحيات الهامة، منها السنيورة وإنها حقا عائلة محترمة. هي بيسموها راهبة الفن، يقال انها اتجوزت ويقال انها ما اتجوزتش، بس قعدت طول عمرها ام بلا امومه. حصلت أمينة رزق على كثير من الجوائز والأوسمة، كما عينت عضوا بمجلس الشورى عام 1991، ورحلت في 24 أغسطس عام 2003 تاركة خلفها أعمالا محفورة في وجدان أجيال عديدة. دعاء فريد، البيت بيتك. مصر حصل في ايه النهارده؟ حصل في مصر انه عاد العمل مره تانية الى ديوان مديريه امن الشرقيه النهارده يوم الاثنين، عاد العمل الى طبيعته بعد ما انهى امناء وافراد الشرطه اعتصامهم بداخله واللي كان استمر لمده 48 ساعه. المئات من امناء الشرطه قرروا ان هم يعني ينهوا اعتصامهم بعد ما حصل مفاوضات وجلسة مباحثات لمدة ساعة مع اللواء كمال الدالي مساعد الوزير للأمن العام واللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء اللي استمر لمدة ساعة زي ما بقول لحضراتكم، واللي فيه عرض أمناء الشرطة مطالبهم، 20 مطلب عرضوه في هذا الاجتماع. خلونا نعرف ما الذي سيتم بعد هذا أو هذه الجلسة من اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا، مساء النور يا أستاذ رامي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ رامي. يعني إيه اللي تم حضرتك في هذه الجلسة والطلبات اللي هم عرضوها وما بعد عرضهم لهذه الطلبات إيه اللي هيحصل؟ هو يعني كان السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية كان صباح أمس أرسل بعض السادة المساعدين لمقابلة الأمناء ويعني الاستماع ليهم والالتقاء بيهم. وفعلا اثنين من السادة المساعدين بالإضافة السيد مدير الأمن التقوا بالأمناء، واللقاء ده استمر يعني ساعتين أو أكثر، واستمعوا إلى يعني طلباتهم ويعني خدوا هذه الطلبات ووعدوهم أن كل هذه الطلبات سوف يتم عرضها للسيد الوزير للنظر نحو دراستها واتخاذ اللازم بشأنها. تمام، يعني الطلبات اللي هم قدموها هيتم بحثها، لأنه طبعاً بعض طبعاً المواقع طبعاً قالت أنه كان في وعد من قيادات وزارة الداخلية بأنه المطالب دي هتنفذ.
لا يعني هو احنا زي ما اشرنا يعني ان الطلبات اللي هي تقدمت يعني في بعضها بيحتاج تعديلات تشريعيه وفي بعضها بيحتاج اعتمادات ماليه وفي بعضها يمكن تنفيذه، انما ان يبقى هناك يعني قرار فوري دون الدراسه واخد بحياتك ودون توفير الـ الاحتياجات اللازمه لتنفيذ هذه المطالب، ده امر بقى قرار متسرع. فهو زي ما اشرنا ان هي الحاجات دي هتتعرض للنظر فيها ودراستها ويتشاف ايه اللي هيتنفذ فيها وايه اللي يعني يمكن تنفيذه وايه اللي ممكن تنفيذه في المرحله القادمه. انما طبعا يعني هو الموقف انتهى والافراد يعني الموجودين يعني اعربوا عن اعتذارهم. بس سياده اللواء هو انتهى مؤقتا لان هم قالوا انه 5 سبتمبر هيعودوا مره اخرى للاعتصام لو ما تمش الاستجابه لمطالبهم. المطالب يعني كان هناك قيادات قعدت معاهم وخدت هذه المطالب ويعني زي ما اشرت ان هم هيقدموها او هيعرضوها للسيد الوزير عشان سيادته يكلف الجهات الاختصاص في الوزاره لدراسه هذه المطالب والعرض على سيادته بالنتائج. تمام. طيب سياده اللواء، هل القنوات الشرعيه الطبيعيه يعني كانت مغلقه وده اللي دفعهم ان هم ينزلوا يعملوا اعتصام وتحصل الموجه اللي يعني ما كانش منتظر ان هي تحصل من امناء الشرطه؟ يعني القنوات الشرعيه مفتوحه وهناك قطاع اسمه قطاع الافراد وبيرأس هذا القطاع مساعد وزير ويعني دائما يلتقي بالسيد المساعد أعضاء النادي العام وأعضاء النوادي الفرعية والمكاتب القيادات كلها مفتوحة. إنما ما فيش قنوات يعني شرعية مغلقة خالص لأن يعني التواصل والاتصال ده من الحاجات اللي هي يعني الرئيسية والهامة في وزارة الداخلية. يعني لما يبقى في فرد عنده مشكلة أو ليه طلب مش هيخبط على مكتب المأمور أو نائب المأمور أو ضابط رئيسه، والضابط لو ليه مشكلة مش هيخبط على سيد مدير الأمن الحكمدار إلى آخره. يعني طيب ما يعني المتوقع أن القنوات دي موجودة بالفعل، أمال إيه اللي دفعهم أن هم يعتصموا وتحصل الموجة اللي زي ما قلت يعني ما كانش منتظر تحصل من رجال الأمن؟ هذا أمر يعني غير مفهوم على الإطلاق. ويعني كان هناك خلال السنوات الماضية كثير من يعني المطالب تم عرضها من خلال القنوات الشرعية وتم دراستها وتم الاستجابة ليها. يعني الأمر الغير مفهوم اللي حضرتك قلت عليه ده أعتقد أنه يعني في ضرورة حتمية أن احنا نعرفها عشان ما يتكررش طبعا السيناريو ده مرة يعني تانية. يعني احنا بنعمل على هذا وبنعمل أن الكلام على أن الكلام ده ما يحصلش وما يتكررش، لأن الكلام ده يعني زي ما أشرنا من قبل يعني ينال من هيبة جهاز الشرطة وينال من ثقة المواطنين في الأفراد، واحنا الكلام ده مش عايزينه على الاطلاق. احنا بنعمل على عكس كده، بنعمل على دعم ثقه المواطنين في جهاز الشرطه، بنعمل على دعم وطن التواصل مع المواطنين. فمثل هذه التصرفات يعني تصرفات مرفوضه، لان زي ما قلت قبل كده ان هي بتتعارض مع قواعد الضبط والربط والنظام اللي المفروض ان هو احد مرتكزات العمل الامني في وزاره الداخليه. صحيح. طيب يعني اكيد حضرتك متابع تعليقات المواطنين على المواقع الاجتماعيه على سبيل المثال، طبعا في ناس كتير بتتساءل لماذا لم يتم تطبيق قانون التظاهر على امناء الشرطه؟ لانه لو فئه اخرى من المواطنين، موظفين مثلا على سبيل المثال او اي فئه اخرى، مش عايز يعني اسمي فئه بعينها، اي فئه اخرى لو قررت ان هي تنزل تعتصم او تتظاهر بدون الحصول على تصريح بذلك، قررت ان هي يعني تقتحم اي من المنشآت وتمنع الموظفين والعاملين في هذه المنشأة من ان هم يمارسوا عملهم الطبيعي، اعتقد انه التعامل كان هيبقى طبقا لقانون التظاهر وطبقا لقانون ايضا الارهاب الذي صدر اخيرا، انه اي حد يتعدى على اي منشأة هيتحول الى المحاكمة العسكرية. فالناس بتتساءل لماذا لم يتم تطبيق قانون التظاهر على امناء الشرطة عشان تبقى وزارة الداخلية بتقدم قدوة للناس انه حتى ابنائنا احنا اللي ما احترموش القانون فاحنا بنطبق عليهم القانون. هم الناس وقفوا قدام المديرية ويعني دي تندرج تحت مسمى يعني وقفة احتجاجية، وكان الهدف اللي هو يعني احتواء الموقف وحل هذه الأزمة عشان مصالح الناس ما تتعطلش، علشان يعني الخدمات الأمنية ما تتوقفش،
لان عمليه ان مصالح الناس تتعطل او تتوقف دي تبقى مشكله كبيره. فكان في هناك اولويات بنراعيها، وان قلنا ان دي وقفه احتجاجيه وما كانش فيها يعني احداث عنف ولا شغب. وزي ما اشرت يعني ان القيادات هذا يعني امر داخلي، والقيادات اجتمعت وانتقد بالناس وتم انهاء الموقف، والناس عادت لعملها. وزي ما اشرت ان هم اعربوا عن اعتزازهم وانتمائهم لهيئه الشرطه، واعلوا المصلحه الوطنيه واكدوا على حرصهم على مصلحه الوطن اللي هو بيواجه تحديات تتطلب من الجميع ان هو يبقى مستفط خلف قيادته. تمام، يعني حضرتك شايف انه اللي تم من امناء الشرطه لا يندرج تحت قانون التظاهر، وبالتالي لا يستدعي تطبيق القانون قانون التظاهر كان عليهم. يعني انا قلت لحضرتك ان هي وقفه احتجاجيه امام المديريه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا لواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه لشؤون الاعلام والعلاقات العامه. طبعا سياده اللواء يعني قال التوصيف بتاع ان هي وقفه احتجاجيه علشان ما نبقاش بنتساءل على قانون التظاهر، او يعني الناس بتتساءل على ليه ما تطبقش قانون التظاهر عليهم. حضرتك في النهايه كمشاهد تاخد الكلام وتفكر فيه وتبني رايك على اي اسس زي ما حضرتك عايز، ولكن لو انضميت لصف المشاهدين لدقيقه او لاقل من دقيقه هطرح تساؤل بس مش راي. لو اي فئه من المواطنين عملوا وقفه احتجاجيه ومنعوا بعض الموظفين من ان هم يخشوا عشان يمارسوا عملهم اليومي، هل مش هيطبق عليهم قانون التظاهر؟ حضراتكم بقى اعتقد الاجابه ممكن تكون موجوده عندكم بعد الكلام اللي سمعناه. طيب خلينا نروح الى شان اخر ولكن ليس بعيدا عن وزاره الداخليه. وزارة الداخلية زي ما يعني البعض بينتقد بعض الملفات وبعض الممارسات، إلا أنه ما فيش شك أنه رجالة وزارة الداخلية رجالة، منهم اللي بيدافع عن الوطن ومنهم اللي بيستهدف من الجماعة الإرهابية، وللأسف الشديد ده اللي حصل النهاردة. النهاردة شارك من ساعات قليلة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة واللواء عناني حمودة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد عماد الدين سامي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، وعدد آخر من القيادات التنفيذية بالمحافظة. شاركوا جموع مواطني مدينة رشيد في تشييع الجنازة العسكرية من مسجد العباسي بمدينة رشيد لشهيدي الشرطة الذين استشهدوا صباح اليوم بتفجير أتوبيس تابع للشرطة بالقرب من أناطر إدفينا. الأتوبيس يعني حضراتكم شايفين اللقطات موجودة قدام حضراتكم. التحريات كشفت أنه كان في عبوة ناسفة انفجرت في الأتوبيس. الأتوبيس ده كان بيقل أفراد شرطة وليه خط سير يومي معروف بينقل أفراد الشرطة من مدينة دمنهور مرورا بمركز المحمودية حتى مدينة رشيد. المجهولين زرعوا عبوة ناسفة عند مطب صناعي اللي موجود على خط سير الأتوبيس ده. العبوة الناسفة دي انفجرت انفجار هائل وللأسف كانت ممتلئة كمان بالمسامير. انفجارها ده أدى لاستشهاد الشرطيين اللي شيعت جنازتهم النهاردة، وأدت أيضا لإصابة 24 آخرين من كانوا يستقلون هذا الأتوبيس. بنتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل، وبنتمنى لأسرة شهيدي الشرطة الصبر والسلوان. نروح مع حضراتكم إلى القطارات. النهاردة وزارة النقل أطلقت أول قطر VIP، قطر يعني خدمة مميزة من محطة القاهرة. القطر ده بيشتغل من القاهرة للإسكندرية، وده قطر الحقيقة من 23 قطر معنية بتصنيعهم الهيئة العربية للتصنيع. كان في احتفالية النهاردة في محطة رمسيس بهذا القطار الجديد، وحضر الاحتفالية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل، واللي قال أنه ده أول قطر بيتم تصنيعه بخبرات مصرية كاملة داخل الهيئة العربية للتصنيع. وقال كمان أنه نسبة المكون المحلي في هذا القطار تصل إلى 50%. ده خدمة VIP زي ما قلت لحضراتكم. سعر التذكرة درجة أولى هتكون 100 جنيه، والتذكرة الدرجة الثانية هتكون 70 جنيه. المختلف في الخدمات اللي موجودة في القطر ده أنه في خدمة الواي فاي، يعني حضرتك تركب القطر هتلاقي انترنت على طول تخش عليه، وكمان في كاميرات مراقبة في كل عربة عشان
عشان تراقب الخدمة اللي بتقدم للمواطنين، هل هي يعني كما تستحق أو يستحق أو كما يجب أن تكون ولا لا. فالحقيقة ده شيء كويس جدا. احنا في تقرير يا جماعة معنا، في تقرير معنا، خلونا نشوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، افتتح أول قطار مميز ومكيف بصناعة مصرية، حيث انطلقت أولى رحلات القطار المباشرة من محطة مصر إلى الأسكندرية بلا توقف. كلنا ثقة في عمالنا في السكة الحديد أنهم هيصونوا، وعمالنا في السكة الحديد دولة ناس محترمين وليهم تاريخ كبير وعلى أعلى مستوى فني. الحقيقة هم اللي هيقدروا بإذن الله مع الحكومة يقدروا يغيروا الخدمة في السكة الحديد للأحسن. قطر فيه انترنت، بتدخل على الواي فاي، بتتصفح النت طول الرحلة، في كاميرات مراقبة، في بوفيه مع القطر، تقدر أي حد يقدر ياخد الوجبة بتاعته، فيه وحدة إسعاف. نفتخر كلنا كمصريين بأن القطر ده يعتبر صناعة مصرية، لأن تم تقفيل القطار داخل المصانع الهيئة العربية للتصنيع، مصنع سماف. يبلغ سعر تذكرة هذا القطار للدرجة الأولى 100 جنيه والدرجة الثانية 70 جنيه، حيث يتميز هذا القطار بخدمات مميزة كخدمة الواي فاي ووحدة إسعاف دائمة للحالات الطارئة وكاميرا مراقبة في كل عربة لمتابعة مستوى الخدمة التي تقدم للجمهور. حلو جدا جدا، أول مرة أركبها، مريح. الكراسي ما شاء الله ممتازة، والقطار ما شاء الله نظيف، وخدمة عالي العال ما شاء الله. والله ما شاء الله حلو، ما شاء الله أنواره حلو، كيف كويس، جميل. قطر مميز جدا 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 والله العظيم، ما شفناش قبل كده والله قطر زي ده. كويس ونظيف وما يحتاج، وكراسي مريحة. انطلاق القطار المكيف لأول مرة بصناعة مصرية خطوة لدخول مصر عالم الصناعات الكبرى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظات. محمد سعد، البيت بيتك. نروح إلى قناة السويس. الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أعلن أنه أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة النهاردة، وهي سفينة مول بلوذر، ودي كانت بترفع علم أو كان عليها علم هونغ كونغ. حمولة السفينة دي كانت 110,000 طن، كانت قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهة إلى إيطاليا. كانت قناة السويس شهدت الحقيقة عبور 53 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ حوالي 2.1 مليون طن. عبرت القناة من الشمال، أو عدد من السفن 22 سفينة عبرت من الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات حوالي 1 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 31 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد والقناة الجديدة بحمولات وصلت ل 1.1 مليون طن، وربنا يزيد ويبارك يا رب في الحمولات وعدد السفن. نروح مع حضراتكم إلى الحملة اللي تابعناها مع حضراتكم في البيت بيتك منذ أن انطلقت، وهي حملة بلاها لحمة. جمعيات وحملات شبابية كتير جدا الحقيقة أعلنت تضامنها مع هذه الحملة، ويوم ما بدأنا مع حضراتكم نتكلم عن الحملة دي قلت لحضراتكم أن في محافظات تانية بدأت هي كمان تنضم للحملة، وده حصل بالفعل على مدار الفترة اللي فاتت. في جمعيات وحملات شبابية كمان تضمنت مع الحملة دي، حملة بلاها لحمة اللي تم تدشينها خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الجمعيات والحملات الشبابية دي ضرورة تشكيل جماعات ضغط للتصدي لموجة الغلاء اللي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وكمان لمنع الاحتكار في المستقبل. جمعية مواطنون ضد الغلاء كمان أعلنت تضامنها مع حملة بلاها لحمة، ولدشنها كان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ودشنوها بغرض مقاطعة شراء اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا فتحنا الملف ده منذ أن بدأت هذه الحملة، ولسه متابعين مع حضراتكم. يمكن خصصنا كمان امبارح كان في فقرة للحديث عن هذه الحملة وأثارها وتداعياتها، وإلى أي مدى ممكن أسعار اللحمة تنخفض بسبب هذه الحملة أو الحملة الخاصة بمقاطعة شراء اللحوم. يعني سريعا بس هنمر على وزارة الصحة. وزارة الصحة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة كشف أنه هيتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين الجدد للبرلمان خلال أيام، وأشار إلى أنه لن يتم إعادة الفحص الطبي للمرشحين السابقين الذين ثبت
سلامتهم من الأمراض اللي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. وزير الصحة قال إنه الوزارة كمان مش هتحصل على أي رسوم إضافية من أي من المرشحين اللي سدد الرسوم قبل كده، الرسوم المقررة للكشف الطبي، لكن ما تمكنوش من إجراء الفحص لأنه كانت انتهت المدد القانونية المقررة للكشف الطبي، فاللي دفع وما كشفش مش هيدفع تاني وهيخش يكشف على طول. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. دكتور حسام مساء الخير. الخير استاذ رامي، زي حضرتك؟ الحمد لله بخير والحمد لله على السلامه. حضرتك كنت مسافر مش كده؟ ايوه. الف حمد لله على السلامه. دكتور حسام، يعني احنا قرينا نص الخبر، ولكن سؤالي دلوقتي، احنا بنقول انه في حوالي 40 مستشفى اعتقد على كافه او في كافه المحافظات عشان المرشحين ان شاء الله يتم الكشف ده، ومستشفيات كلها تبع وزاره الصحه. اللي كشف قبل كده من عدة شهور مش هيكشف تاني، بينما أحد الـ 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 الأساسيات اللي موجودة واللي قد تمنع أي مرشح من أنه يستمر في عملية الترشيح دي أو أنه تقبل أوراقه، أنه لو كان بيتعاطى مخدرات أو مسكرات، وده ممكن يكون حصل خلال الشهور القليلة الماضية. خلينا احنا بس نقسم المسألة كده إلى مجموعة نقاط عشان نوضح الصورة بشكل واضح للسادة مشاهدي حضرتك. تمام، اتفضل. أول حاجة إنه المسؤول عن سير الإجراءات والعملية الانتخابية من أولها إلى آخرها بما هو متضمن في الكشف الطبي واعتماده هي اللجنة العليا للانتخابات. دي أول جزئية. الجزئية الثانية، احنا في وزارة الصحة الآن بنقوم بإعداد مستشفياتنا وكوادرنا الطبية تمهيدا لوصول قرار اللجنة العليا بالانتخابات عشان نبدأ نشتغل. تمام. في عندنا نوعين من المرشحين، أو زي ما حضرتك قلت كده قد يكون ثلاثة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول من أقسام المرشحين هو المرشح الجديد الذي لم يسبق له التقدم قبل كده لا بأوراق ترشحه ولا بإجراءات الكشف الطبي. تمام. وده لا شك فيه سوف يتم إيقاع الكشف الطبي عليه وفق نفس الشروط السابقة بنفس المبالغ والرسوم السابقة بنفس المعايير. ده أول قسم. القسم الثاني من تقدم الانتخابات وقام بتوقيع الكشف الطبي عليه ونجح وكان ما عنديش مشكلة في إجراءات الكشف الطبي. ده إحنا رأينا الفني في وزارة الصحة، وده رأي فني، هو إنه الفترة الزمنية دي كافية أو لا نحتاج لأن إحنا نعيد الكشف من الناحية الطبية. ده رأي فني في وزارة الصحة، لكن منتظر إنه اللجنة العليا انتخابات تقول موافقة أو لا لازم كشف تاني. بالضبط كده، فإحنا في انتظار رأي اللجنة العليا انتخابات لأن هي في النهاية رأيها مش بس بيراعي المعايير الفنية الطبية لكنه بيراعي كذلك مجموعة أخرى من المعايير لها علاقة بالتشكيل السياسي الأمثل لمجلس الشعب والاختيار الامثل لمجلس الشعب. طيب بس معلش برضه دكتور حسام، يعني الراي الفني ما بيشوفش انه من ضمن الممنوعات هو انه المرشح يكون بيتعاطى مخدرات او مسكرات، وبالتالي الفتره الزمنيه اللي من فتره الكشف اللي قبل كده المسبق والى يومنا هذا ممكن يكون اختلف في الامر شيء، وده يستدعي انه فنيا الراي يقول انه لا نجري كشف مره ثانيه؟ لا، ما هو قصه التحايل انت وارده، يعني انا ممكن النهارده اعمل الفحص وبعدين او قبل ما اعمل الفحص بفتره زمنيه انا بس مش عايز احددها عشان يعني ما يبقاش في تحديد على لسان وزاره الصحه، لكن امتنع لو انا من الناس اللي بيتعاطوا مخدرات امتنع لفتره زمنيه معينه واعمل الكشف وتاني يوم على طول ارجع اعملها اتناول المسكرات. فاحنا ما بنتكلمش دلوقتي على التحايل او كيفيه التحايل، احنا بنتكلم على راي فني متعلق بتغير الحاله الصحيه في هذه الفترة الزمنية. فاحنا بنقول ان الاغلب العام انه الحالة الصحية ما بتتغيرش، ولكن يا لجنة عليا الانتخابات انتم لكم الرأي النهائي. تمام. ده بالنسبة لمن تم ايقاع الكشف عليه ونجح. طيب من تم ايقاع الكشف عليه ولم ينجح. احنا برضو بنثير هنعرض ده على اللجنة العليا للانتخابات نقول لها والله اللي ما نجحش هل بامكانه ان هو يعيد الكشف مره اخرى ولا لا، وهننتظر منها الراي النهائي. تمام، يعني اذا القول الفصل في الموضوع ده كله هي اللجنه العليا للانتخابات. بالضبط.
بالظبط كده يا فندم. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، وانتقل مع حضراتكم سريعا الى البورصات العربية والبورصة المصرية. البورصات العربية للأسف الشديد إن هي وصلت خسائرها وانخفضت مؤشراتها بشكل ملحوظ، متأثرة بانخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار لأول مرة من 40 سنة الحقيقة، ده إضافة إلى تراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني والاتجاه إلى خفض العملة الصينية. أما في مصر فللأسف أيضا خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حوالي 7.8 مليار جنيه خلال تعاملات النهاردة، أغلق رأس المال عند مستوى 429.7 مليار جنيه، ده عند نهاية جلسة اليوم مقابل 428.61 مليار جنيه في بداية الجلسة. خلونا يعني نفهم تفاصيل أكتر حول هذه الخسارة سواء في البورصة المصرية أو في البورصات العربية أيضا. من معنا مين يا جماعة؟ معلش أنا آسف، الأستاذ علاء عبد الحليم الخبير بأسواق البورصة والمال. أستاذ علاء مساء الخير. أهلا مساء الخير. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنا خليني بداية، لأنه يمكن إحنا قلنا مسببات اللي أدت إلى الخسائر في البورصات العربية، فيما يخص البورصة المصرية بتفسر بحضرتك إيه الخسارة اللي حصلت النهاردة لرأس المال السوقي واللي بتقدر بحوالي 7.8 مليار جنيه؟ لا، في جزء من الخسارة مرتبط بأسباب عالمية اللي حضرتك ذكرته، سواء بالنسبة لسبب ما يحدث في الصين والخسارات المتتالية، وآخرها كان في خسارة النهاردة 9%، ونفس الشيء تم في أوروبا ونفس الشيء في أمريكا. في جزء عالمي احنا مش هنقدر نغير منه، وفي جزء محلي. الجزء المحلي ان البورصة المصرية فيها مشاكل كتير سواء بالنسبة للسيولة او ان الصناديق المصرية هي اللي بتبيع، وده محتاج ان يكون في وقفة عشان خاطر ما يكونش الامر ليه تأثيرات سلبية ممتدة. يعني الأسواق العالمية بتقدر تصحح نفسها خلال فترة سريعة وبتقدر تتعافى يعني، لكن احنا المشكلة لما يكون في سبب محلي سواء بالنسبة لتضارب الآراء في الحكومة أو إن ما فيش تنسيق ما بين البنك المركزي ما بين وزارة المالية ما بين وزارة الاستثمار، ده بيأثر سلب على مجمل الاقتصاد، بيأثر بالخصوص على البورصة سواء بالنسبة للقيود اللي موجودة على الدولار، وده يعني بيؤدي للركود في المدى الطويل. لكن احنا ممكن نقول ان في جزء يعني مضيء في الامر، ان يعني النهارده مثلا محمد العريان اللي هو من كبار خبراء العالم في الاقتصاد وده بيتكلم ان في فرص كتيرة بالنسبة ان انخفاض البورصة ممكن يكون في فرص ان يكون في عدد استثمارات جديدة في اماكن جديدة، وخاصة ان احنا سمعنا ان في شركات دلوقتي بتفكر ان هي تترك الصين واصبح السوق الصيني مش منافس، دي فرصة لينا مع مشروع قناة السويس ومع شرق التفريعة. فارجو ان يكون في تنسيق من الحكومة، وان الحكومة يكون عندها يعني خلية لادارة الازمة بعد اللي حصل، سواء بالنسبة للتأثير السلبي على الازمة العالمية عندنا هنا، او ازاي ان احنا نتعايش مع هذا الامر ويكون لنا حلول ابداعية من خلال هذه الازمة. تمام، يعني اذا الجزء المضيء هو ان احنا ممكن نستفيد من الخسارات اللي بتحصل في البورصات العالمية، وبالتالي ده يخلي بعض المستثمرين يبداوا يضخوا استثماراتهم في البورصة المصرية. ده حقيقي، ده كلام كويس، واحنا الجزء الاهم انه بقول لحضرتك في شركات عالمية فعلا ابتدت تاخد اتجاه ان هي تنسحب من السوق الصيني وتنقل مصانعها لبورصة دينا، ان احنا ممكن ننشط الاستثمارات في سيناء واقليم قناة السويس، ومشروع قناة السويس يكون مشروع متكامل. تمام. مشروع لوجيستي ومشروع مرتبط بنقل الصناعات بالنسبة لمصر رغم الازمة الحالية. طيب استاذ علاء، اخيرا يعني سؤال فني شوية، بالنسبة لانخفاض اسعار النفط لما دون 40 دولار، الناس طبعا بتتساءل على طول، هو ده ممكن يأثر على اسعار البنزين عندنا وتنخفض بعض الشيء ولا لا؟ لا، هو ممكن يأثر ايجابيا ان الحكومة هتقلل من الدعم اللي بتنفخه بالنسبة للبترول، لان مصر مستورد بالصافي بالنسبة، ودي فرصة ان الحكومة ما تفكرش ان يكون في نية سيئة لرفع سعر البنزين خلال الايام القادمة، على اساس ان ده في تخفيض يعني إليه كده جينا من السماء، الاسعار انخفضت دون ال 40 دولار بالنسبة لسعر البرميل. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علاء عبد الحليم الخبير باسواق المال. طبعا يعني هو ده رد متوقع، بس كان لازم اساله عشان حضراتكم برضو تسمعوا الراي متخصص في هذا الموضوع فيما يخص موضوع اسعار البنزين، لانه حضراتكم عارفين ان احنا البنزين عندنا مدعوم، وبالتالي لما اسعار البترول عالميا تنخفض ده
في مصلحتنا بس مش انه اسعار البنزين هتنخفض، ولكن المخصصات اللي بتدفع للمواد البترولية بدل ما كنا مثلا بندفع 100 جنيه عشان نجيب 100 لتر، فانت هتدفع نفس ال 100 جنيه ولكن هتجيب 120 لتر مثلا على سبيل المثال. فبالتالي ده لمصلحتنا ولكن لن يؤثر على اسعار البنزين. نتجه مع حضراتكم إلى بريطانيا. مجلس الفنون والأثار البريطاني قرر تجريد متحف نورثامبتون من اعتماده حتى العام 2019، مما يجعله ممنوعا من استقبال التمويلات والتبرعات. ليه؟ ده بسبب عملية بيع القطعة الأثرية لتمثال الكاتب سخم كا، ويعني قد خرقت قوانين وشروط التخلص من أي قطعة أثرية. صحيفة الاندبندنت البريطانية أشارت في تقرير لها امبارح إلى الحملة اللي دشنها وزيري الآثار والسياحة ومجموعة من النشطاء المصريين لجمع التبرعات لاستعادة التمثال، واللي بيعتبر من القطع الأثرية اللي لها قيمة تاريخية عالية جدا. الحقيقة على غرار الحملة دي نتمنى يكون في حملات كتير فيما يخص آثارنا المصرية اللي بتباع في الخارج، والحمد لله أن كان في تحرك فيما يخص سخم كا. نذهب إلى الأزمة التي يعني ظن البعض أن هي ممكن تكون بتتحل، ولكن على ما يبدو أنه لسه ما تحلتش وهيفضل الموضوع مفتوح بعض الشيء. النهاردة توجه محسن حافظ رئيس اللجنة القانونية للزمالك، اتجه إلى مقر اتحاد الكرة من أجل سحب تنازل نادي الزمالك في قضية أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي. طبعا حضراتكم عارفين تنازل نادي الزمالك عن الشكوى كان ممكن يقفل الموضوع، ولكن نادي الزمالك راح سحب تنازله عن الشكوى. ليه؟ نادي الزمالك علل ده بأنه ده كان بعد تصريحات بعض المسؤولين في النادي الأهلي، واللي قالوا أنه التنازل اللي قدمه نادي الزمالك لا قيمة له، وأنه أزمة الأحمر أو النادي الأهلي بتقتصر على تعنت الجبلية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الكابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري. كابتن عزمي مساء الخير. مساء الخير أزرامي، منور الدنيا. الله يخليك، ده نورك يا كابتن عزمي. الله يخليك. النادي الزمالك سحب التنازل فعلا عن الشكوى؟ لا ما حصلش، دي كانت إشاعة وما حصلش. هو جه وفد فعلا من نادي الزمالك بالشؤون القانونية لحضور تحقيقات لجنة التظلمات، وفعلا لجنة التظلمات سمعت لوفد النادي الأهلي ووفد نادي الزمالك وأصدروا قرار باستكمال التحقيقات يوم الخميس لعدم استكمال اللجنة. طبعا. لكن لا في سحب تنازل ولا في الكلام ده خالص، ده طلعت كده إشاعة كده فترة الساعة 3-4 والموضوع ماشي زي ما هو. سمعت اللجنة وقررت استمرار التحقيقات واتخاذ القرار يوم الخميس إن شاء الله. طيب كابتن عزمي، يعني أنا بس عايزين نفهم الحقيقة، التحقيقات مستمرة في إيه بالظبط، خصوصا وإنه نادي الزمالك يعني تنازل عن الشكوى، مش بتنازله عن الشكوى خلاص الموضوع كده خلص؟ هو طبعا المفروض يبقى الموضوع خلص، بس في يعني ان لعيب يمضي في ناديين ده لابد من عقوبه. يعني اذا التحقيقات اللي بتجرى دلوقتي هو لبحث التظلم اللي تقدم بيه محامي اللاعب احمد الشيخ عشان يتم تخفيف العقوبه. بالظبط. يعني هو النادي الاهلي قدم تظلم، التظلم هيتعرض على لجنه التظلمات، هيدرسوا الموقف وخدوا راي هنا والاطراف كلها. وفي النهايه يوم الخميس هيصدر القرار، ولا رجع في القرار ولا استئناف ولا استشكال ولا اي شيء. واجب النفاذ. يعني اذا يوم الخميس المفروض انه هنكتب يعني كلمات النهايه حول هذه الازمه وهنعرف العقوبه هتكون قد ايه. هيبقى شهاده الوفاه بتاع الازمه يعني. تمام، نتمنى ان شاء الله ويكون شهاده الوفاه على خير يعني. بشكرك يا كابتن عزمي. شكرا جزيلا كابتن عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم. نرجع مرة تانية لبريطانيا. صحيفة الديلي ميل البريطانية ديلي ميل قالت انه البحرية الملكية البريطانية بتكافح من اجل تجنيد الشباب على متن الغواصات، نظرا لانه الشباب بيعزفوا عن حياة العزلة تحت الماء كما يصفوها وعدم القدرة على الدخول على حساباتهم على فيسبوك وتويتر، مش عارفين يخشوا على السوشيال ميديا، يعني هم في الغواصة، فبالتالي مش عايزين يركبوا ويشتغلوا في الغواصات.
الصحيفة قالت على موقعها الإلكتروني النهاردة أنه هذا الأمر أصبح يعني جزء من اتجاه أوسع شهدت فيه جميع أفرع القوات المسلحة في بريطانيا، وهي بتكافح من أجل تلبية أهداف التجنيد في وقت بينتظر فيه جيل وسائل الإعلام الاجتماعية المزيد من أرباب عملهم. رئيس استشارات الدفاع بيقول أنه حقيقة عدم الاتصال بشبكة الإنترنت وتويتر هو عائق كبير أمام تجنيد الشباب، وذلك على الرغم من الحملات الإعلامية التي تتكلف ملايين الجنيهات الاسترلينية من أجل جذب الشباب للتجنيد. يعني مش عايزين يركبوا الغواصات عشان مش عارفين يخشوا على السوشيال ميديا. عجيبة الحقيقة، هم داخلين عشان شوفوا. والله العظيم يعني الشباب في بريطانيا وطبقا يعني لأحد المستشارين في الوزارة قال لك انه مش بس في موضوع الغواصات، لا ده في القوات المسلحة بصفة عامة لعزفهم عن ان هم يدخلوا على السوشيال ميديا، فبدا الشباب يعزفوا عن عشان مش قادرين يخشوا على السوشيال ميديا، يعني بيعزفوا عن الانضمام الى القوات المسلحه. والله العظيم ده احنا عندنا اسود رجاله والله بتوع القوات المسلحه دول. طبعا حد هيقول لك يعني هم عندنا ما بيخشوش على السوشيال ميديا، بيخشوا على السوشيال ميديا بس ما حدش فيهم هيقرر انه ما يخشش القوات المسلحه ولا ما يركبش غواصه ولا ما يبقاش في دبابه عشان ما بيخشش على السوشيال ميديا. يعني تحية لرجالتنا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أعتقد أن زميلي عمرو عبد الحميد جاهز إن شاء الله في موسكو الآن علشان يجري لنا بعض اللقاءات ويطلعنا على قراءة حول ما هو المنتظر كنتائج لزيارة الرئيس السيسي غدا إلى موسكو، زيارته الرابعة إلى روسيا. فهنتجه إلى موسكو، وبعد موسكو نستكمل فقراتنا هنا مع حضراتكم برضو، وده جزء مهم جدا لازم تتابعوه بعد الفاصل. طيب انا برحب بحضراتكم مرة تانية من العاصمة الروسية موسكو، وبنواصل مع حضراتكم قراءة في الزيارة المهمة اللي هيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة إن شاء الله الثلاث إلى روسيا. زي ما قلنا أنا ورامي أن الزيارة دي زيارة مهمة جدا لأنها لها أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية. اتكلمنا عن الأبعاد الاقتصادية واتكلمنا عن المشروعات المزمع إنشائها بين مصر وروسيا، لا سيما المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، موضوع مشروع إنشاء محطة نووية للاستخدامات المدنية والسلمية في الضبعة اللي هتقوم بإنشائها الشركة الروسية المعروفة روس أتم، وأيضا موضوع صفقات التسليح وغيرها من الموضوعات. طيب سياسيا زي ما احنا قلنا في البداية انه بوتين والسيسي بيبنوا على العلاقات اللي يعني أرسوا حجر أساسها طيلة السنة وشهرين اللي فاتوا، ويمكن اتكلمنا عن أربع لقاءات جمعت بين الزعيمين. أنا بيسعدني الآن في استوديوهاتنا هنا في موسكو أن ألتقي بالسيناتور الروسي الدكتور زياد سبسبي، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ مجلس الفيدرالية الروسي. أنا برحب بحضرتك دكتور زياد. يا أهلا أخي. هذه الزيارة زي ما قلنا زيارة الرابعة للسيسي إلى موسكو. زار موسكو وحضرتك عارف لما كان وزير دفاع، وثلاث مرات يعني أو الزيارة الرابعة دي. إيه الفرق بين الزيارة المزمع أن يقوم بها السيسي بكرة والزيارات السابقة؟ طبعا هذه زيارة لا يمكن لنا أن نعتبرها زيارة استثنائية، وإنما هي زيارة متممة للزيارات السابقة، وسيكون هنالك زيارات مقبلة لتمتين العلاقات التاريخية، أو لكي يمكن لنا أن نقول لإعادة العلاقات التاريخية ما بين مصر وروسيا الاتحادية، أو بين مصر والاتحاد السوفيتي كما كانت عليه سابقا من أيام الخمسينيات إلى نهاية عهد الرئيس أنور السادات. طبعا الزيارة أيضا تأتي لتأكيد بأن مصر وروسيا ليس صدفة أو ليس لنزوة سياسية عمدا
بأي دولة أو لكي تري روسيا تري الولايات المتحدة الأمريكية أو مصر تري أو أوروبا بأنها يمكن أن تستطيع أن تعيش مصر بدون المساعدات الأوروبية أو بدون المساعدات الأمريكية، وروسيا تبحث عن شركاء جدد في العالم الجديد في النظام السياسي الجديد الذي تبلور في الأعوام السابقة عندما ارتأت قيادة روسيا بشخصية الرئيس بوتين بأنه لا يمكن للعالم أن يستمر في ضوء سياسة القطب الواحد، سياسة القطب الأمريكي. يجب على الدول العظمى الثانية وعلى رأسها أمريكا أن تفهم بأن هنالك دولا أخرى لها اهتمام ولها مصالح وتريد وتطالب من الغير من الدول الأخرى أن يتم احترام هذه الاهتمامات أو هذه المنافع التي موجودة. لذلك نحن نرى بأن غدا سوف يكون هنالك إن كان هناك توقيع لبعض الاتفاقيات سوف تأتي متمة لما للاتفاقيات التي كانت قبلها. ولكن يعني دكتور زياد الخطوات متسارعة، تبدو متسارعة بين القاهرة وموسكو، خطوات التقارب. البعض كما يمكن أنت أشرت حضرتك إلى أنه يعني ليس هناك ما يدفع القاهرة وموسكو للتقارب نكاية في الغرب ونكاية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الظروف الدولية الحالية يعني العقوبات الغربية على روسيا، يعني طرد روسيا من مجموعة الثماني، كل ذلك يعني يدفع بالمحللين إلى تفسير هذا التقارب بين مصر وروسيا بأنه ربما ردود فعل طبيعية وعادية في لغة السياسة. طبعا التقارب الروسي المصري هو مصلحة لكلا الطرفين. روسيا نعم نحن لا ننكر بأن روسيا تريد أن تستعيد بعض الأصدقاء وتنمي علاقات سياسية واقتصادية جديدة مع دول أخرى، ومصر هذه ليست بدولة بسيطة أو بدولة صغيرة، لها ثقلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط. روسيا لا تبحث لكي تكون بديلا في العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر أن تكون بديلا عن دولة أخرى، لا، روسيا كدولة عظمى تبحث عن حماية مصالحها وعن تسويق منتجاتها الموجودة، بنفس الوقت تريد أن تعوض عن البضائع وخاصة الغذائية والزراعية التي نحن في روسيا نرفض استيرادها من أوروبا. يعني هنا أريد أن أوضح نقطة بسيطة للمشاهد المصري، روسيا قامت بفرض عقوبات على الشركات والمنتجين الأوروبيين الذين وافقوا على فرض العقوبات على روسيا. يعني نحن اليوم حتى عن طرق التهريب تصل بعض البضائع الممنوع دخولها إلى روسيا. وأنتوا عايزين تعوض من مصر مثلا الآن الآن روسيا تقوم ب فتح أسواق، فتح أسواق جديدة تتخلص من المواد المهربة بأي طريقة، بطريقة إفسادها، بطريقة مصادرتها. طيب أنتم في روسيا وأنا أسألك، وروسيا فتحنا ونحن فتحنا لمصر السوق الروسي على مصراعيه وخاصة للمنتجات الزراعية. هذا الأمر يفيد الفلاح المصري ويفيد المستهلك المصري، المستهلك الروسي. ومصر هي جارة لروسيا، هي قريبة جغرافيا وسياسيا واجتماعيا، ولدى الشعب الروسي احترام وحب وود كبير للشعوب العربية بشكل عام وللشعب المصري بشكل خاص. طيب أنتم في روسيا كيف تنظرون إلى الأحداث المتلاحقة في مصر خلال العامين الماضيين؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة، بعد ما قامت ثورة 30 يونيو يعني القيادة الروسية أخذت يعني فترة صمت كده، يعني كانت بتدرس الحالة المصرية، إيه اللي حصل في مصر في 30 يونيو. بعد فترة الصمت دي طبعا كان في انفتاح على ما جرى في مصر وتأييد لخيار الشعب المصري اللي يعني أزاح حكم الإخوان. الآن أنتم شايفين الوضع إزاي؟ طبعا روسيا دائما احترمت وتحترم وستحترم قرار الشعب المصري. أنا يمكن أن أعود إلى ثورة يناير عندما كل وزراء الخارجية الغربيين أو السفراء المحليين المعتمدين في القاهرة كانوا يتدخلون بشكل مباشر أو بغير مباشر مع المعارضة،
أو الذين طالبوا بتنحي الرئيس مبارك عن الحكم، روسيا هي الوحيدة التي امتنعت أو نأت بنفسها عن التدخل في الأمر الداخلي المصري. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في روسيا دائما هنالك تحسس من أي نظام يقوم على أساس ديني، لأنه دائما يمكن أن تستخدم الشعارات الدينية والأفكار الدينية لتمرير مشاريع سياسية في منطقة حساسة مثل منطقة الشرق الأوسط ومصر. الآن ما يوحد أو يمكن أن نقول ما هو السبب بأن روسيا بدأت تتعامل بشكل جدي مع مصر، مع القيادة المصرية الجديدة، علما بأن السيد الرئيس السيسي عندما زار روسيا وعندها كان وزيرا للدفاع وكان لديه نية في ترشيح نفسه، السيد بوتين يعني أيد قراره وخياره، وكانت لفتة وكانت مميزة، مميزة وفسرها المراقبون بتفسيرات عديدة وكأنه أتى ليطلب التبريك. هذا الأمر لم يكن، ومصر وشعب مصر ليست تلك الدولة أو ليس ذلك الشعب الذي يذهب ليأخذ المباركة من أي جهة كانت. هذا رأيي الخاص طبعا. إذا عدنا إلى الموضوع التقارب، الآن هنالك تهديد مشترك ليس فقط لروسيا ومصر، التهديد وصل إلى أوروبا ووصل حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة ما وراء المحيط. إذن اليوم هنالك تقصد داعش طبعا، داعش وكل المنظمات الإرهابية وإن اختلفت أسماؤها، من أنصار القدس إلى أنصار النبي إلى أنصار الرسول إلى داعش، التسميات مختلفة، ولكن الإرهاب هو إرهاب دولي، ولكن اليوم نتكلم عن الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، هو إرهاب ينتشر إلى دول أخرى ويمتص القوى الشباب والشباب في صفوفه أيضا من دول أوروبية ومن دول عربية. لذلك هذا الخطر أو محاربة هذا الخطر أحد الأسباب الرئيسية وليس السبب الوحيد، أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت من التقارب الروسي المصري أن يسير بخطى سريعة. طيب، يمكن في هذا الصدد يعني أنا قلت في المقدمة أنه الرئيس بوتين كان له مبادرة لإنشاء زي كده تحالف دولي وإقليمي ضد داعش لمحاربة داعش. هذه الفكرة يعني لم ترق لبعض القوى الإقليمية. هل يمكن الآن ونحن في موسكو وفي موسكو يتجمع ليس فقط الرئيس المصري ولكن ولي عهد أبو ظبي وأيضا العاهل الأردني، يعني هل يمكن طرح هذه المسألة من جديد؟ طبعا هذه الفكرة ستناقش مع كل رؤساء الوفود الزائرين إلى موسكو، والسيد بوتين لا يترك فرصة إلا ويعيد طرح مبادرته وإن كانت في مع بعض التعديلات أو بأشكال مختلفة. الشيء الذي يختلف حوله بعض الدول العربية هو عن دور الجيش السوري في محاربة داعش. يعني نحن في روسيا نرى بأن استبعاد الجيش السوري وهو القوة الضاربة التي يمكن أن تكون نواة لحلف دولي لمحاربة داعش الذي يهدد اليوم العراق وتركيا والأردن والسعودية وكل دول الخليج، دول العربية بشكل عام. بعض الدول ترتأي بأن ذهاب النظام السوري وتفكيك الجيش السوري الذي يعتبره البعض بأنه هو سببا للأزمة يمكن أن يقود النصر على داعش، نحن نرى بأن هذا الأمر غير صحيح، وهذا أمر من أمر يعني ممكن أن نتخيل الإنسان في خياله فقط، وهذا نوع من السراب لا يمكن أن نتكلم في هذا الأمر. ولكن في جميع الأحوال طبعا نحن نريد أو نرغب أن يكون تأسيس هذا الحلف تحت الغطاء الأممي بقرار مجلس الأمن الدائم من دول الدائمين في مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن. الموقف الروسي لو عدنا إلى الأرشيف من 4 سنوات لم يتغير من الوضع في سوريا، روسيا مع وحدة الأراضي السورية، مع بقاء منظمات الدولة، مع بقاء الجيش كمؤسسة، يجب أن نفرق الجيش كمؤسسة أم كأشخاص وضباط وجنرالات.
هذه الأمور التي نحن نعتمدها ونعتبرها ثابتة. روسيا لم ولن تتدخل في قرار الشعب السوري من سيكون رئيسا للجمهورية العربية السورية. بالنسبة لموضوع الجيش خلاني أتذكر موضوع التسليح، صفقات التسليح المزمع يعني عقدها بين القاهرة وموسكو، هل زيارة الرئيس السيسي ستشهد توقيع على مثل هذه الصفقات؟ أنا لست طبعا متأكد من هذه الأمور الفنية، ولكن ما نعرفه بأنه هنالك مباحثات كانت قد مضت لتحديد هذا الأمر. طبعا الخبراء العسكريين يحددونه، ما هي أنواع الأسلحة، ما هي كمية الأسلحة، ولكن لا يوجد أي حاجز من قبل روسيا لتوقيع أي عقد أي لتوقيع أي عقود أو صفقات للأسلحة. لا يوجد أي خط أحمر أو أنواع معينة التي يمكن أن تمنع لبيعها. ولكن مع الأخذ بالاعتبار دائما الروس أنتم يعني في روسيا تقولون التوازن الهجوم التوازن نعم الهجومي والدفاعي، التوازن يعني الموجود في الإقليم في يعني بين إسرائيل ومصر وبقية وبين الدول دولة إسرائيل. علاقاتكم مع إيران شوية يعني تجعل البعض في المنطقة يتحسس من هذه العلاقات. نحن نرى بأن يجب أن تتحسن أكثر وأكثر العلاقات الروسية الإيرانية لكي تستطيع روسيا أن تتعامل مع إيران في حل بعض القضايا المعصلجة في المنطقة. يعني لا يمكن أن يكون هنالك دولة قريبة من إيران أو أن تكون بعيدة من إيران وتستطيع تقديم النصح لإيران. حل الأزمة البرنامج النووي الإيراني مع المنظومة الدولية، كثيرون لا يعلمون بأن الفضل الأكبر لتقريب وجهات النظر الإيرانية الأمريكية الغربية كان له هو الفضل لروسيا. لولا وجود العامل الروسي لم تدت المباحثات سنوات وسنوات، أو ربما لوقع نزاع عسكري ما بين إيران وما بين الغرب. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور زياد سبسبي، وكيل رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، السيناتور ذو الأصول العربية، شكرا جزيلا، شرفتنا في البيت بيتك. شكرا، تحياتنا لمصر وللمشاهدين. شكرا دكتور زياد. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم قراءة في هذه الزيارة المهمة اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو. زي ما قلنا لحضراتكم أنه بكرة في لقاءات مهمة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الصناعة الروسي صناعة والتجارة، وأيضا مع رؤساء كبريات الشركات الروسية المعروفة، روس نفط، روس أتم، وأيضا مع كبار رجال الأعمال، بالإضافة إلى الخبر اللي احنا قلنا في البداية أنه زيارة الرئيس السيسي تتزامن مع وجود قادة عرب زي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وفي اجتماع إن شاء الله هيكون بين السيسي والشيخ محمد بكرة، وأيضا هناك اجتماع بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني بعد بكرة يوم الأربع بإذن الله. بالإضافة طبعا يوم الأربع هو اليوم اللي هتتوجه إليه الأنظار لمتابعة القمة التي ستجمع في الكرملين بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين. نشوفكم بعد فاصل قصير. شكرا. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت بيتك من العاصمة الروسية موسكو، حيث نتابع الزيارة المهمة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد مصري رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية. سنتابع لقاء القمة بين السيسي وبوتين اللي المفترض أنه يكون يوم الأربع اللي جاي بعد بكرة بإذن الله. لكن زي ما قلنا قبل الفاصل أنه بكرة إن شاء الله في لقاءات مهمة بين الرئيس وعدد من المسؤولين الروس. نسيت أقول أن من بينهم إلى جانب رؤساء الشركات الروسية الكبرى رئيس مجلس النواب سيرجي ناريشكين اللي هيستقبل الرئيس السيسي في مجلس النواب الروسي مجلس الدوما. أنا برحب معايا في الاستوديو بالمحلل السياسي المعروف عندنا في مصر الأستاذ يفجيني صدرف. ازيك يا أستاذ يفجيني؟ الحمد لله. طبعا المشاهد المصري أكيد يعني عارفك وفاكرك وبيحبك.
شكرا. دكتور يفجيني، عايزين نعرف رؤيتك للعلاقات المصرية الروسية في الفترة الأخيرة، ليه بتتطور بسرعة؟ يعني الدكتور زياد سبسبي السيناتور الروسي المعروف كان بيقول لنا قبلها أنه تطور العلاقات الروسية مش جاي ضد حد، مش جاي خصم من العلاقات مثلا المصرية الأمريكية أو الغربية الروسية، ولكن التسارع ده تفسيره إيه؟ هذا التسارع تفسيره يعني في منتهى السهولة، ويعود سببه سبب التقارب والتسارع في العلاقات الروسية المصرية حاليا إلى أهمية المشكلات التي يواجهها كل من روسيا ومصر، لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي. في مقدمة هذه التحديات والمخاطر التي يواجهها كل من روسيا ومصر طبعا ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف، محاربة داعش في المقام الأول. وهناك كما سبق وذكر الآن منذ بضع دقائق يعني اقتراح ومبادرة روسية حول تشكيل تحالف دولي، تشكيل تحالف إقليمي بالدرجة الأولى، وربما سينضم إليه المزيد من الدول الأخرى ليس فقط من دول المنطقة. هل تعتقد أنه هذا الموضوع سيكون موضوع بحث معمق بين السيسي وبوتين؟ أعتقد أنه كان موضوع بحث معمق، وأعتقد أنه لابد من التوصل الآن إلى نتيجة معينة ربما سنسمع بها من خلال تصريحات الزعيمين بعد انتهاء المباحثات بينهما بعد بكرة إن شاء الله. وطبعا أعتقد بأن روسيا ومصر ربما سوف يعني تقدمان بمبادرة أوسع من هذا، حيث أنه يمكن دعوة أطراف ودول أخرى إلى هذا التحالف، وهذا أمر يكتسب أهمية فائقة، أهمية استثنائية في الوقت الحاضر نظرا يعني أبعاد توسع داعش، وهذا الخطر لابد من إيقافه فورا. وإحنا بنتكلم عن خطر داعش وخطر الإرهاب، كانت في تجربة روسية لمحاربة الإرهاب خاصة في شمال القوقاز في جمهورية الشيشان اللي تحولت الآن إلى مناطق طبيعية. يعني يمكن أنا وإنت حضرنا وعصرنا الحرب الشيشانية الثانية وشفنا زي الدمار والزعر اللي كان بيلف هذه المناطق في جنوب روسيا. كيف يمكن لمصر أنها تستفيد من تجربة روسيا في محاربة الإرهاب؟ أعتقد أن مصر يمكن أن تستفيد من تجربة روسيا في محاربة الإرهاب من خلال تبادل بالخبرات، يعني هذا شيء وأمر بسيط، من خلال تبادل بالخبرات، ومن خلال مثلا التعرف، تعرف الجانب المصري على ما اكتسبته موسكو من تجارب ومن خبرات من خلال الأعمال الواقعية التي يعني حدثت ميدانيا. وبالتالي فلدى مصر أن يعني لدى روسيا ما يمكن أن تصغي إليه مصر فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجربة التي مرت عبر فترات صعبة وفترات يعني شاقة جدا من ناحية يعني اتساع المهام التي كانت تواجه روسيا في خلال تلك الفترة، لا سيما الحرب الشيشانية الثانية. الآن ربما هناك يعني آلية لابد من أن تلتقي حولها روسيا ومصر، ليس فقط من ناحية الاستفادة من التجربة الروسية وإنما التبادل بالخبرات، لأن مصر لديها أيضا ما تنقله إلى جانب الروسي وأيضا تبادل المعلومات الاستخباراتية. طبعا تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهناك بالمناسبة مؤتمرات سنوية توقد في روسيا لتبادل بهذه المعلومات، ويعني هذه المؤتمرات هذه الندوات السنوية تنظمها الجهات الأمنية في روسيا، وأعتقد بأن مصر أيضا مهتمة بالاستفادة من هذه التجربة التي سوف ربما يعني تستخدمها مستقبلا وفي المستقبل القريب يعني. طيب، وإحنا بنتكلم أيضا عن جانب آخر هو جانب التعاون الاقتصادي. لا شك أن روسيا بتتكلم بلغة تختلف عن لغة الاتحاد السوفيتي، لغة المصالح، لغة تبادل المنفعة، وهي لغة طبعا يعني بالعكس لغة يعني طبيعية ويعني واضحة للعيان زي ما بيقولوا. كيف يمكن أن تنعكس هذه اللغة على المجالات، مجالات التعاون الاقتصادي؟ يعني هل روسيا ستولي الاقتصاد والاستثمار في مصر في الفترة المقبلة، ولا يعني العمليات الإرهابية اللي بتحصل في مصر ممكن تخوف المستثمر الروسي انه يجي؟
لا أعتقد أن العمليات الإرهابية ستخوف المستثمر الروسي من الذهاب والتوجه إلى مصر مثل ما كانت أثناء الحرب الشيشانية الأولى والثانية. لم يكن هناك أي حاجز أمام المستثمرين الأجانب الذين أتوا إلى روسيا، إلى وسط روسيا بالذات، طبعا ليس إلى منطقة القفقاز التي كان من غير المعقول أن نتصور أنه كان يمكن الاستثمار فيها. نفس الشيء ينطبق على مصر، وأعتقد بأنه لا حاجز ولا مانع أمام الاستثمارات الروسية التي يمكن أن تأتي إلى مصر. فيما يتعلق بأجندة المواضيع الاقتصادية التي ستبحث أثناء القمة الروسية المصرية الآن، فهي واسعة جدا، ومنها يعني بدرجة الأولى التعاون في قطاع الطاقة وفي إنشاء المناطق الصناعية وتجارية حرة. هذه الأمور مهمة جدا، ولدى روسيا تجربة الآن، تجربة واسعة ومفيدة بالنسبة لمصر، ولمصر أيضا هذه التجربة الآن تتطور في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة. أنا بتذكر أن الحديث عن مناطق صناعية دار منذ سنوات، ولكن يبدو أن الآن بالذات في هذه الفترة هناك أرضية يعني خصبة لترجمتها على أرض الواقع لتطبيقها يعني تحقيقها. طب هذه الأرضية إيه اللي خلقها؟ إيه اللي يعني أوجدها هذه الأرضية المشتركة؟ هذه الأرضية ربما تقوم على يعني إدراك الطرفين لأهمية هذه المناطق من حيث كما أنت تفضلت بالإشارة إليه، من حيث المصالح التي يسترشد بها كل من روسيا ومصر. وهذه المصالح يعني وحدتها تقوم على أساس براغماتي، أي الأمر الذي تستفيد منه مصر من جهة وتستفيد منه روسيا من جهة أخرى. إذا كان هناك تقارب وتشابه هذه المصالح، فهناك كل المؤهدات والمنطلقات والإرهاصات الملائمة لكي تتقدم هذه العملية إلى أمام بسرعة فائقة جدا في المستقبل القريب. سياسيا موضوع الأزمة السورية، يقال أن هناك تقارب في الرؤى بين مصر وروسيا في حل الأزمة السورية يعتمد على الحل السياسي. هل يمكن أن تتبلور رؤية مشتركة بشكل واضح وصريح خلال هذه الزيارة التي يقوم بها السيسي إلى موسكو؟ أعتقد بأن للطرفين أن يحرزا تقدما معينا في هذا المجال، فيعني بخلاف الدول الأخرى وربما منها العربية السعودية مثلا وغيرها من الدول، دول المنطقة التي لها ربما بعض التحفظات أو بعض ما يمكن أن نسميها بالاعتراضات على بعض العناصر في الموقف الروسي، بخلاف هذه الأمور لدى مصر وروسيا أعتقد أن هناك يعني رؤية مشتركة ومتقاربة جدا لطرق التعامل مع الأزمة السورية وطرق احتواء الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. والنقطة الأساسية في المبادرات والمقترحات الروسية هي أن يحل الشعب السوري كل مشاكله بنفسه ومن دون أي تدخل خارجي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، المحلل السياسي الروسي المعروف الأستاذ إفغيني صدرف، شكرا جزيلا. شكرا. كده تنتهي هذه الفقرة اللي قدمناها لحضراتكم من العاصمة الروسية موسكو في متابعة حية للزيارة اللي هيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة موسكو بكرة بإذن الله. نحييكم وإلى اللقاء. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبنشكر طبعا الزميل عمرو عبد الحميد وضيوفه الكرام للقراءات اللي حضراتكم استمعتوا إليها حول زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا واللي تبدأ من الغد، وغدا يتوجه إلى موسكو إن شاء الله. ويعني قراءات مهمة ومختلفة، وزي ما قلت لحضراتكم دايما بيكون في تكهنات كتير جدا لما بيكون في زيارة ما بين مصر وروسيا، ولكن ننتظر طبعا نتائج هذه الزيارة واللي فيها زي ما قلنا سيناريوهات مختلفة عن الزيارات السابقة. نروح مع حضراتكم إلى الشأن الحمساوي، وليه احنا قررنا النهاردة نتكلم عن موضوع حماس؟ الحقيقة ده لسببين. السبب الأول زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة أنه بعد العملية الأخيرة اللي تمت في منطقة شبرا الخيمة واستهداف مبنى الأمن الوطني، رجع التاني بعض الناس يربطوا ما بين فتح معبر رفح وتنفيذ عمليات إرهابية، وبيقولوا احنا كل مرة بيتفتح المعبر بتحصل عمليات إرهابية، واضح ان في علاقة ما بين فتح المعبر والعمليات اللي بتتنفذ. هل فعلا دي رؤية صائبة ولا تكهن او رؤية مش في محلها؟ ده هنعرفه. الشق الثاني او النقطة الثانية الحقيقة شديدة الأهمية هو انه خلال الأسبوع الماضي بعد فتح معبر رفح ودخول بعض المواطنين الفلسطينيين، كان من ضمنهم 4 قيادات
من قيادات كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. الأربع قيادات دول بعد ما عبروا معبر رفح وفي منطقة شمال سيناء وتحديدا رفح تم اختطافهم من قبل بعض الملثمين. في هذا الصدد خرج بيانين الحقيقة من حركة حماس. البيان الأول كانوا فيه بيلمحوا إلى أنه في أفراد أو الخاطفين هم أفراد من بعض الأجهزة الأمنية المصرية. طبعا مصادر المصرية نفت تماما صحة هذه المعلومات وقالوا يعني ببساطة إحنا لو عايزين الأربع قيادات دول نمنعهم ما كناش هنخليهم يعبروا من خلال معبر رفح، كان هيتم منعهم أو إلقاء القبض عليهم، ولكن ده ما تمش وبعد ما عبروا اختطفوا في الداخل. والبيان الثاني شمل جزء كان موجود أيضا في البيان الأول، وهو أنه حركة حماس بتحذر السلطات المصرية وبتحملها المسؤولية كاملة بخصوص حياة الأربع مختطفين دول، وبتناشد أو بتحذر وبتناشد السلطات المصرية بسرعة العثور على المختطفين وإطلاق سراحهم سريعا. في قراءات كتير حول عملية الاختطاف دي، مين اللي عملها وليه والأسباب حولها، خلينا يعني هنتناقش حولها وحول موضوع معبر رفح وعلاقته بالعمليات الإرهابية مع الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك معنا دكتور سمير. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ بالرؤية اللي بعض الناس تبنوها مباشرة بعد تفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة. هل هناك علاقة حقيقية ما بين فتح معبر رفح وتنفيذ عمليات إرهابية؟ يعني هو في عمليتين سابقتين حصل تزامن ما بين فتح المعبر وتعقبه عملية عسكرية إرهابية داخل مصر، لكن لسنا بحاجة لحتى هذا الدليل إذا ثبت أنه هناك تورط من قبل حماس أو من الجماعات المرتبطة بها في سيناء بهذه العمليات وفتح المعبر. حماس يجب أن نبدأ بمقولة مهمة جدا هي مفتاح فهم حماس. حماس كما قلنا ونعيد ونؤكد، حماس هي واحد من أهم فروع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى الجدران في غزة مكتوب عبارات موجودة حتى الآن، حماس هي الزراع العسكري لجماعة الإخوان المسلمين. وبالتالي لسنا موجود حتى في ميثاقهم يعني في البند الثاني، والميثاق وكل الأدلة تؤكد هذه المسألة، وهم كانوا ينكروا في البداية، الآن علنا بيقولوا إحنا يعني أعضاء في أو أهم فرع في جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فإنه موقفهم مرتبط بموقف التنظيم الدولي ولا خروج عن موقف التنظيم الدولي. يعادوا مصر من منطلق معاداة التنظيم الدولي لمصر، سيروا مظاهرات عسكرية، رفعوا شارة ربعة، حملوا صور مرسي، أرسلوا مجموعات إلى آخره، وبالتالي لسنا بحاجة إلى دليل أن هذه الجماعة تواجه مصر وتتآمر ضدها سواء مباشرة أو عن طريق السماح لمجموعات إرهابية مرتبطة بها وهي تعرفها للتسلل إلى مصر. وأشرنا قبل ذلك في وقت مبكر، ربما كنت الوحيد والأول الذي قال هذا، أن كل نملة بتخرج أو تدخل عن طريق الأنفاق كانت تتم بإشراف حركة حماس. لا يوجد أحد يجرؤ أنه يطلع أو يدخل عن طريق الأنفاق إلا لأنه في هيئة رسمية، في هيئة رسمية تبع لحماس، وفي القيادة العسكرية الرفح المشرفة على هذه الأنفاق لا تسمح لنملة أن تدخل أو تخرج إلا بعلمها. وبالتالي كل الناس اللي بيجوا على سيناء واللي بيهربوا من سيناء إلى غزة، ربما أشرت أنا يعني الموضوع يطول شرحه، لكن أشرت أنه الإرهابيين اللي بيصابوا في المعارك في سيناء بيتم علاجهم إما في المستشفى الكويتي في خان يونس أو في المستشفى الكويتي في رفح يعني الفلسطينية، أو في مستشفى الأوروبي في خان يونس، وقلت حتى بالأسماء، الدكتور اسمه أبو السبح الذي يشرف على علاجهم وبيدوهم بطاقات خاصة بالتأمين الصحي لحماس إلى آخره. بالتالي لسنا في حاجة يعني أن نبحث عن أدلة إضافية عن تورطهم. أذكر يعني هنا بس قصد حضرتك تقول أنه إحنا مش محتاجين نقول علاقة معبر رفح بفتحه أو غلقه بالعمليات الإرهابية، لأنه الإرهاب في المقام مصر الأول كله مرتبط بحماس والجماعات التي ترعاها في غزة، والقصة ثابتة من أول أيمن نوفل وهو القائد العسكري للقسام في المنطقة الوسطى اللي ضبط في مصر في 2008
وتم يعني اقتحام السجون علشانه وهربوه، هم بيعترفوا ده وهو موجود في غزة الآن. يعني طول الوقت حماس تقول لك هات لي دليل ان احنا مورطين في الارهاب. ايمن نوفل كان في سينا في عربية دفع رباعي ومعاه احزمة ناسفة وموقطات تيمرات بتاعة التفجيرات، تم القاء القبض عليه واحتجز في ابو زعبل الى ان جاءت مجموعات حماس واعترف. بالمناسبة يعني عشان بس نكون واضحين تماما، العريان عصام العريان قبل يوم واحد من 30/6 في جريدة الحياة، واي حد يرجع لجريدة الحياة 29/6 تصريحات معلنة ينفي انه حماس طلعتهم من وادي النطرون، ولكن يضيف بالنص وكان من الطبيعي ان تأتي قوات حماس لتفرج عن اعضائهم في بقية السجون، هو وسامي شهاب بتاع حزب الله. سامي شهاب طلع على اسوان ومن اسوان على السودان حيث نظام البشير اللي بعته على لبنان. وايمن نوفل تم تهريبه عبر الانفاق ووصل الى قطاع غزة. وبالتالي تورط حماس في الارهاب في مصر مسألة معروفة للجميع، ولسنا بحاجة ان احنا نربط ده بده. طيب هو بس يمكن الربط الوحيد اللي الناس بتسأل وعايزة تتأكد من المعلومة دي علشان عليها هيبنوا ان هم يطالبوا بعدم فتح معبر رفح. لو كان معبر رفح مصدر لعمليات ارهابيه بتحصل لنا، ففي ناس بتقول طب ما نقفل المعبر. لا، الحقيقه انه حماس بتستغل اغلاق معبر رفح، بالمناسبه بس انه الاتفاق الذي وقع في مصر هنا للمصالحه الفلسطينيه كان يقضي بان قوات السلطه الفلسطينيه حرس الرئاسه تعود فتفتح المعبر او تكون موجوده على المعبر. حماس ترفض رفضا باتا وقاطعا إلا أن تكون هي اللي موجودة على المعبر، وبالتالي هي اللي بتحاصر المواطنين الفلسطينيين، وده اللي لازم نشرحه للفلسطينيين. لأنه مثلا أنا بعرف ومتأكد وأستطيع أن أثبت ذلك أنه أي حد عايز يطلع حتى يتعالج لمصر لازم يدفع رشوة لحماس بين $2,000 ل$1,500. ولما ما يجيش اسمه عشان يعدي فبيحطوا اسمه في الكشوفات. اذا ما جاش اسمه فبيقولوا له السلطات الامنيه هي اللي منعتك. فبيطلعوا بتوع حماس وما يطلعوش المواطنين العاديين ويتهموا، يقولوا لهم اصل الاجهزه الامنيه في مصر اعترضت عليك. فتحمل مصر اغلاق المعبر وتحمل مصر عدم سفر الناس من حواليها، واحنا للاسف ما عندناش الامكانيات او الادوات اللي نشرح بيها للناس. احنا اللي يجب ان نخفف عن المواطنين في قطاع غزة، لانه المعبر البري الوحيد هو قطاع غزة. ليه حضرتك بتقول ما عندناش الاليات اللي نشرح بيها كلام ده للناس واحنا على علاقات طيبة بالسلطة الفلسطينية؟ مش فاهم ليه الناس ما بتشرحش. اولا ممكن يكون في آلية مختلفة ما تخليش حماس هي اللي تتحكم في اخراج الناس لما نفتح المعبر. يعني مثلا الاربعة دول اللي بيقال انهم خطفوا، طبعا دول طالعين باسماء مزورة وباسبورات دبلوماسية عملها حماس. لكن كان يمكن بسهولة شديدة انه السفارة الفلسطينية في مصر اللي عايز يطلع من قطاع غزة يبعت اوراقه. تروح للأجهزة الأمنية في مصر تبعت كشوفات. إذا رفضت حماس تطلعهم فحماس تتحمل مسؤولية عدم إخراج وإغلاق المعبر قدام الجمهور الفلسطيني. حماس بتلعب لعبة يعني سيئة جدا، تحمل مصر أولا مسؤولية الحصار، وإحنا بنتذكر في 2008 اقتحام الجدار ودخل حوالي 300,000 من غزة إلى المناطق المجاورة في سيناء، وتم أثناءها الدولارات المزورة والأسلحة إلى آخره. هناك موضوع أخطر من الحوادث الصغيرة دي للأسف الشديد الإعلام المصري لا ينتبه ليه. احنا بقالنا من شهر 4 الماضي الأفكار اللي حوالين تحويل قطاع غزة إلى إمارة إخوانية دخل دور الجد. فهناك تصريحات اللي احنا الأفكار دي اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا كتير، حضرتك بتقول دلوقتي في يعني أبعاد تانية أو خطوات تانية فيها. حصل كام كدنا قبل أيام قليلة، الجمعة قبل الماضية وافق مجلس شورى حماس على اتفاق شامل مع قطاع غزة بين وتوني بلير. توني بلير هو العراب بتاع القصة دي، وتوني بلير كما نعرف جميعا الدوحة مستأجراه يعني مشغلاه بفلوس. وهو اللي بينقل رسائل بين حماس وبين إسرائيل، وفي مجموعة من الدول دخلت في الموضوع ده. السويد قدمت مشروع، وزير الخارجية الألماني قبل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا بيوم واحد كان في غزة وفي المكان المزمع إقامة فيه ميناء في غزة، وقال إن وقف إطلاق النار هدنة طويلة مقابل ممر مائي لقبرص. تركيا هي اللي هتشغل الممر المائي ده،
قطر بالطبع ضالعة، واحد اسمه محمد معادي ده سفير قطر اللي موجود دلوقتي في غزة، وده أنا قلت أكتر من مرة أنه دخل موسوعة جينيس في عدد المرات في الزيارات بين تل أبيب وبين غزة يحمل رسائل ويربط قطاع غزة بإسرائيل. المشروع باختصار شديد عشان الناس تفهم أنه هنعمل توافق حماس على هدنة من 8 إلى 10 سنوات مقابل رفع حصار تدريجي وإقامة ممر مائي ميناء عائم على بعد 3 كيلو من قطاع غزة يربط قطاع غزة بقبرص، وكل ده من فوق مصر ليس بالتشاور معاه ولا بتاع. إيه الهدف اللي من هذا المشروع؟ الهدف ده فصل قطاع غزة نهائيا عن الضفة الغربية وإقامة ولاية إخوانية في قطاع غزة تكون شوكة في ظهر مصر باستمرار على الحدود الشرقية. المفاوضات وصلت إلى حد بعيد لدرجة أنه خالد مشعل قبل 4 أيام صرح في جريدة اسمها الغد العربي بأنه بالطبع هناك مفاوضات مشجعة وإيجابية بيننا وبين إسرائيل. المضحك في الأمر أنه إسرائيل ردت وقالت لا ما فيش مفاوضات ولا نعترف بالوسيط. ليه أملت كده رغم أن المفاوضات قائمة موجودة وفي وسيط فعلا؟ الحقيقة أنه حماس بالفعل بقى لها أكتر من سنة هي التي تحافظ على أمن إسرائيل وعاملة هدنة حقيقية. والإسرائيليين سيفي برئيل وجيورا آيلاند كتبوا يوم 19 ويوم 20 في الصحف الإسرائيلية أنه نجحت حماس بامتياز في ضبط الأمن في قطاع غزة، والفترة دي هي سنة أقل فترة أطلقت فيها صواريخ على إسرائيل أو نفذت عمليات منها، وأنه حماس نجحت بامتياز. رد مكتب نتنياهو قال ما فيش مفاوضات وما لناش علاقة بحماس. وزير الدفاع الإسرائيلي بوجي يعلون قال أول امبارح كلام خطير جدا، قال ما فيش مفاوضات مع حماس والوضع القائم سيستمر لأنه ده وضع قائم على الردع، يعني مش بمزاج حماس، ده حماس مرتدعة فعشان كده ما بتضربش صواريخ. ده عايز يرد على التصريحات اللي حضرتك والوضع ده سيستمر. ايه حقيقة القصة؟ حقيقة القصة انه اسرائيل كانت داخلة في مفاوضات، وانا عندي اسماء الجنرالات اللي كانوا بيتوسطوا وشغالين في الموضوع، لكن دي عادة الاسرائيلي اللي بيفهم العقلية الاسرائيلية. احنا بقالنا 30 سنة بنتابع الوضع الاسرائيلي من جواه، يعني اللي بيفهم الوضع الاسرائيلي مجرد ما تقدم تنازل بتقول لك شكرا جزيلا، التنازل ده وصل عندي خلاص، هات التاني. ما احنا خلاص احنا عرفنا انك هتقبل تهدئة لمدة 8 سنوات، شكرا جزيلا ده حطيناه. عايزين بقى الجثث بتاعت الجنود الاثنين اللي موجودين، وفي واحد اثيوبي عنده مرض عقلي دخل الى قطاع غزة موجود عند حماس، وفي واحد بدوي من النقب دخل قطاع غزة كمان عند حماس. طيب الثمان سنوات هدنة دي خلاص، ده انت غصب عنك هتعملها مش بمزاجك، لانه هو انت مرتدع وجرب تعمل ده عشان تشوف ايه اللي هيحصل لك. كويس؟ يعني اسرائيل عايزه توصل رساله لحماس انه الاتفاق ده غصب عنك مش ان احنا تفاوضنا، تاخد تنازل اكتر. انت مش جاي من، مش انت اللي بتفرض شروطك. كويس؟ فحماس طبعا بدءا بتصريحات للظهار اللي قال نقيم اداره مدنيه، تصور ده الرجل اللي بيتبجح طول الوقت يقول لك هنحرر كامل التراب الوطني الفلسطيني قال وايه المانع ان احنا نقيم اداره مدنيه ولا حكم ذاتي في قطاع غزه. وبعدين التصريحات توالت، اسامه حمدان عضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجيه قال تلقينا افكارا مكتوبه. كويس؟ ومع ذلك اسرائيل بعد ما حماس كشفت كل اوراقها قالوا لهم شكرا احنا مش محتاجين اتفاق معاكم والتهدئة غصبا عنكم. بس دي تصريحات صورية، انما فعليا الاتفاق موجود، عمليا الاتفاق قائم، وهو ده المشروع الحمساوي الاخواني. انه نفصل قطاع غزة نهائي، نحول الخلاف بين حماس وبين فتح الى انفصال، الانقسام السياسي يتحول الى انفصال جغرافي سياسي. فاسرائيل تستريح، ما فيش دولة فلسطينية، تبقى الضفة الغربية، ما تبقى من الضفة الغربية خلف جدار الفصل العنصري، وغزة مفصولة فيها ولاية اخوانية، ولا صلح ولا مفاوضات ولا كذا. وطبعا مع هذا الانفصال غزة هيبقى طموحها ان الولاية الاسلامية دي تمتد، غزة تشمل تستمر بعض القطع من سيناء، تستمر ده المشروع المكمل بقى. انه غزة ضيقة، والامريكان قالوا كده انه غزة 338
30 كيلو متر مربع فيها 1.8 مليون بيزيدوا ب 3.9 دول مزنوقين ومحشورين. طب نوسع شوية مشروع جيورا ايلاند لتوسيع قطاع غزة على حساب سيناء المنطقة اللي كان هيعمل فيها مرسي منطقة حرة. وبذكر المواطنين كلهم بالكلام اللي قاله المرشد وماذا اذا اقمنا بعض المخيمات للاجئين الفلسطينيين في سيناء. ما في مخيمات في لبنان وفي مخيمات في الاردن. وبالتالي هناك مشروع كان وما يزال قائم حتى الآن وبنحذر منه لأنه ده لازم نوسع الرؤية شوية ونشوف المشروع الأمريكي اللي فشل في التعامل مع النظام مصر بعد 30/6 من الداخل فعايز يطوق مصر من الخارج فنعمل إمارة إخوانية في غزة ونرجع الإخوان للحكم في ليبيا عبر مؤتمر الصخيرات اللي بيتعمل في المغرب نشركهم في الحكم في ليبيا فنحصرك على حدود طولها 1115 كيلو والسودان الأخ البشير مهم نظام إخواني من الأول وبالتالي تطوق مصر من جانبتها الثلاثة عشان ما تلعبش دورها الإقليمي تفضل متحصرة ومشغولة بالثلاثة اللي بيشغلوهم دول. تمام. طيب. ده مشروع حماس. ده مشروع حماس. على الجانب الآخر ومن خلال اطلاع حضرتك على التفاصيل اللي بيحصل في قطاع غزة والتعاون ما بين حماس وإسرائيل والعلاقات ما بين حماس والجماعات الإرهابية بمسمياتها المختلفة داخل سيناء. رؤية حضرتك إيه للأوضاع في سيناء منذ أن بدأت القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب في سيناء وإلى يومنا هذا؟ الصعوبة الحقيقية في سيناء أن هناك بيئة غير صديقة يعني بتسمح للإرهابيين بالعمل داخلها. هناك بعض القبائل مش عايز أعمم لكن هناك بعض القبائل التي تساند وترعى وتغطي الإرهابيين. الجيش بيتعامل مع الإرهابيين في وسط هذه البيئة غير الصديقة من بعض القبائل اللي موجودة في سيناء. وبالتالي أقيمت في سيناء شبكة من الأنفاق ودي الخبرة الإيرانية اللي اتنقلت من إيران عبر حماس وحماس لسيناء في مجموعة أنفاق في مثلث الشيخ زويد رفح العريش تحت البيوت ممكن اي ارهابي بيدخل بيت بينزل النفق بيطلع من الناحية التانية ما تقدرش تعرف مين لانه هذه البيئة غير الصديقة هي اللي بتساعده لما تيجي في معركة الشيخ زويد لما تيجي 10 عربيات عليها حوالي 100 مسلح طلعوا منين دول طلعوا من اماكن اختباء في اوساط السكان وبالتالي هناك صعوبة شديدة ورغم ذلك الكيرف الصاعد انت انتقلت بعد فترة الى مرحلة الهجوم الاستراتيجي هم دلوقتي في حالة الدفاع هذا لا يعني انه كل فترة كده تحصل عملية هنا عملية هنا عملية هنا لكن الجيش احكم سيطرته ويستطيع الان انه اخذ زمام المبادرة والمبادئة لما تحسن قدراتك الاستخبارية لانه مواجهة الارهاب يعني استراتيجية مكافحة الارهاب تعتمد في 90% منها معلومات. على ان يكون عندك معلومات صحيح. هذه المعلومات تأتي بطرق عديدة منها تعاون السكان اللي لازم تكسبهم ادبيا واخلاقيا وسياسيا واقتصاديا عشان تفصل بينهم وبين الارهابيين وتأتي بوسائل كثيرة ليس هذا يعني محلها لكن الموضوع ده بيفتح الباب امام نحن فيما تبقى من وقت بسرعة نحن نتكلم على حكاية الاربعة اللي يعني اتخطفوا منهم بشكر حضرتك ان حضرتك رحت المنطقه دي طيب الاربعه اللي اختطفوا او تم اختطافهم دول زي ما قلت انا قلت تفاصيل البيانين مش عايز اسرد في تفاصيل اكتر كتير عشان الوقت هناك بعض الخبراء اللي بيقولوا انه احد السيناريوهات اللي في الغالب في الاغلب هي اللي حصلت هو انه نعلم تماما انه عدد من قيادات حماس شبه انشقت عن حماس وانضمت الى داعش طيب وده عامل ربكة في حركة حماس طيب. فيقول البعض انه بعض الخبراء انه الاربعة اللي تم اختطافهم دول اختطفوا من بعض العناصر التابعة لداعش المتواجدة في سيناء واللي بالتالي عملوا العملية دي بسبب تنكيل حماس بالقيادات اللي بتنشق عنها وتنضم لداعش طيب اقول لحضرتك اولا حماس بتغطي عاملة دوشة كبيرة وجزء منها وقاحة شديدة لأنه عملوا عرض عسكري في رفح وطلع ولاد صغيرين صبية من حماس بيقولوا نحذر مصر وأن هذا الموضوع لأنه يعني طبعا إحنا خفنا ونزلنا يعني الملاجئ بعد يعني العرض العسكري اللي عملوه ده يجب أن تتوقف حماس عن كل هذه الوقاحات يجب أن تتوقف وتتعامل مصر باعتبارها مصر احنا ما نتعاملش فصائل بفصائل احنا نتعامل دولة ضد مع فصيل هذا الفصيل يجب ان يعرف حجمه تماما ويجب ان نحذره من اي حماقة
يمكن أن يرتكبها بدعوى أنه بيدافع عن الأربعة بتوعه دول. طيب إيه حكاية الأربعة؟ أولا لازم نقول أنه حماس جواها الآن اختراقين كبيرين للغاية. من ناحية هناك عملاء لإسرائيل مزروعين جوه حماس، ويعني حماس من ما يعني مزروعة بعشرات العملاء. والدليل على ذلك الاغتيالات اللي حصلت لكل قياداتهم، بدءا بأحمد ياسين وصلاح شحاتة والرنتيسي وكل المجموعات، ولم يكن يعرف تحركهم إلا مرافقينهم. وبالتالي الرنتيسي مثلا غير عربيته مرتين ومعاه مرافقه وابنه، ومع ذلك جرى اغتياله. فواحد منهم اللي بلغ كويس، وهكذا كل الباقيين. صلاح شحاتة ليلة واحدة راح ينام مع مراته في العمارة، جل الطيران الإسرائيلي قصفه، وصولا إلى محمد الجعبري اللي هو قائد القسام اللي جرى اغتياله، طالع في عربيته رصدته الطيارة. جد مين اللي قال لهم انه الجعبري راكب العربية دي؟ احد العملاء اللي جوه حماس. هي طبعا بتتهم افراد اخرين، لكن محدش يعرف تحركات هؤلاء القادة الا المرافقين ليهم، زمايلهم اللي جنبهم. صحيح. وبالتالي هناك اختراق واسع جدا اسرائيلي في جوه حماس. ده شق الشق، ده شق الشق. وده التأكيد على ده ان اول واحد، اول حد زاع خبر الاربعة، اقتطاف الاربعة، موقع اسرائيلي اسمه دبك. وقال دول مين؟ وقالوا دول في ضفادع بشرية، يعني وحدد كمان هويتهم. ففي احتمال كبير تكون اسرائيل ورا الموضوع. الشق الثاني بس حماس نفت ده، يعني اسرائيل طول الوقت اسرائيل تنفي. اسرائيل قالت دول كوماندوز وكان رايحين يتدربوا في ايران. حماس طول الوقت بتنفي. حماس قالت يعني معلومات غير عندنا كتيبه من المتحدثين باسم حماس، اوعى تعول على يعني تصريحات حماس. صحيح. واحد بيقول يمين، واحد بيقول شمال، والاثنين كذابين. فالتصريحات كلها كذب. طيب. وهي اللعبه دي بيلعبوها. الثاني الاختراق الثاني، انه عدد غير قليل من قيادات القسام العسكريه هجرت حماس وراحت للفصائل الاكثر تطرفا اللي هي داعش والجماعات الارهابيه الاخرى. وهناك يعني من محمود طالب ليونس حنر اللي اغتلته حماس في بيته، لتفجير سيارات حماس اللي اكتشفنا ان وراها واحد كان في حماس وترك حماس وفجر العربيات الى اخره. في واحد اسمه ابو عزام الغزاوي، ده كان في القسام، طلع من القسام وسافر الى سوريا والتحق بداعش، ودلوقتي هو والي حلب. طلع فيديو، اي حد يكتب كده ابو عزام الغزاوي هيلاقي الفيديو، وهو يحذر حماس من انها تتمادى في سجن الجماعات داعش اللي موجودة في قطاع غزة، وهدد انه سينتقم منهم. وبالتالي في خلايا نائمة لداعش جوه حماس اللي ما طلعتش، وفي ناس طلعت وفي ناس باقية. هناك سيناريو بيقول انه ممكن يكونوا دول اللي جوه بلغوا بعض العناصر، انه دول في اربعة من عز الدين القسام وبلغوا جماعتهم اللي في سينا فاخدوهم. في احتمال ثالث، يعني احنا قلنا الاحتمال الاسرائيلي وقلنا الاحتمال الداعشي، وفي احتمال ثالث انه يكونوا لا، ده دول نزلوا بتكليف بادعاء انهم اتخطفوا وهم دلوقتي موجودين هناك يساعدوا الجماعات الإرهابية في تخطيط لمزيد من العمليات الجديدة داخل مصر. وبالتالي مصر لا علاقة لها بالموضوع. عايز اقول بقى مسألة في غاية الأهمية في دقيقة واحدة. تمام. ان موسى ابو مرزوق اللي كان رئيسا للمكتب السياسي وبقى نائب رئيس مكتب سياسي وفي الدوحة وتطاول على مصر بالمناسبة، وعنده فيلته هنا موجودة جنب محمد مرسي، ومصر قويته كثيرا وبيروح ويجي. احنا عندنا 3 ضباط وامين شرطة مخطوفين من 2011. صحيح. السيد موسى ابو مرزوق لما شددنا الخناق عليه وقلنا له ان انتوا المسؤولين عنه وخطف الى غزة وكده، قال تصريح في غاية الخطورة، وانا بدعو الدكتور سمير صبري المحامي ان يجدد مرة اخرى الدعوة للنائب العام على الاقل جلبه واحضره ويسأله. قال ايه بالضبط السيد موسى ابو مرزوق؟ قال خطفوا في سينا وقتلوا في سينا ودفنوا في سينا. السؤال، هل لدي مخابرات خاصة في سينا بتقول له؟ هو متأكد الراجل بيقولك مش في غزة، دول في سينا، ولا هو شريك في قتلهم؟ في الناحيتين يجب أن يوقف. تمام. ويسأل. هذا الموضوع يجب أن ينتهي. ولادنا أعز من ولاد أي حد في الدنيا. طبعا طبعا. وإحنا هذه القضية لا تسقط بالتقادم على موسى أبو مرزوق عندما يحضر إلى مصر قلبه وإحضاره، وإنه يقول لنا معلومات منين جاب المعلومات دي. طيب، عايز استغل وجود حضرتك معانا وخبرة حضرتك بأسلوب وطريقة تفكير واستراتيجيات حركة حماس وقيادتها، بعيدا عن علاقة حماس بمصر، ولكن عايز أعرف بتفسر بإيه حضرتك النفاق السياسي من قبل حماس للسعودية؟
ان هي طلعوا يدينوا التفجير اللي حصل لمسجد في المملكة العربية السعودية وما الى ذلك، ولا يسمى غير نفاق الحقيقة، لانه يعني بينما بيدينوا التفجير اللي حصل في السعودية لم يدينوا تفجيرات حصلت في حتة تانية كتير اولهم مصر الحقيقة اللي هي جنبهم. عمرهم ما ادانوا عملية في مصر. صحيح. عمرهم. صحيح. وبعض الصحف المصرية للأسف الشديد القومية كان بتطلع أخبار كاذبة يتحمل مسؤولية رئيس التحرير والرئيس مجلس الإدارة، يقول لك حماس أدانت عملية كذا. كذاب. لم يحدث على الإطلاق، وبتحدى أنه يجيب لي واحد تصريح هذا. تفسير حضرتك إيه بقى؟ أولا دي حركة لازم كمان نرجع لحكاية الإخوان المسلمين، هم بيقول لك هي لله هي لله، لا للسلطة ولا للجهة. حقيقة الأمر أنه لا لله تماما، هي سلطة و... طيب دول كانوا حماس، كانت جزء مما يسمى بمعسكر الممانعة والمقاومة، وعاشوا في سوريا والسوريين عطوهم ما لم يعطوه لأي حد. خانوا السوريين جوز بنت مشعل، كان بيهرب سلاح في سيارته اللي مفروض يعني الامن ليه جماعة داعش وللنصرة وكذا، ونقلوا خانوا سوريا وخانوا ايران اللي صرفت عليهم كثيرا، ونقلوا على الدوحة مقابل الاموال، والسيد مشعل قاعد في الدوحة. طيب مؤخرا السعودية بسبب اوضاع اليمن حاولت ان يعني تكسب اخوان مسلمين اليمن. هذا الموضوع فشل. التنظيم الدولي للإخوان المسلمين أوكل لحماس المهمة دي، فعملوا إيه بقى بتوع حماس؟ قعدوا الأول يقولوا أن مصر ما لهاش علاقة بالمصالحة، انتهى دور حماس مصر في المصالحة، إحنا عايزين مكة 2 يعني السعودية اللي تعمل لنا المصالحة، في نوع من التزلف والمساومة. وبعدين قام السيد خالد مشعل بزيارة لأداء العمرة، والملك استقبله وهناه بالعيد وراح. طلع وزير خارجياتنا مع وزير الخارجية السعودي وقال انه دي كانت زي وزير الخارجية السعودي قال دي كانت زيارة عادية للمواطن. طلع العروري عضو المكتب السياسي الموجود في تركيا وقال لا احنا حضرنا وعدنا 45 دقيقة ورايحين تاني للسعودية. الحقيقة انه زيارة ولي العهد لمصر اثناء تخريج دورة من والتوقيع هنا على اعلان القاهرة قطع الطريق على مشروع اخواني كان بيحاول يركب محور سعودي اخواني يستبعد فيه مصر ويطلع مصر ويبقى من فوق مصر. السعودية حسبت الامور، ايران وقعت اتفاق وهتنزاح على المنطقة كلها، وتمكنت القوات المقاومة في اليمن من تحرير عدن، وبالتالي لم تعد السعودية في حاجة للإخوان المسلمين ولا الحماس. وزنت الأمر تخسر مصر وتكسب الإخوان اللي بيلعبوا أيضا على المحور الإيراني مرة تانية، لأنه دلوقتي في حالة غزل عالية مع الجانب الإيراني صحيح. للعودة مرة أخرى لإيران في حالة انتعاش إيران. فالسعودية قررت التخلي عن هذه يعني اللعبة وعادت مرة أخرى، وعشان كده يعني حماس بتحاول تجر ناعم طبعا بتطلع هذه التصريحات مثل هذه التصريحات إلى آخره. لكن أنا أعتقد أنه هذا الأمر لا يمكن أن يمر، لأنه أي محور يتركب على حساب مصر لن يكتب له النجاح على الإطلاق. طيب يعني أنا خلصت الحقيقة أسئلتي، وهسأل حضرتك سؤال بعيدا عن كل ما تناقشنا وتحاورنا حوله، لأن السؤال ده ليه علاقة بالفقرة التالية. في حملة اسمها لا للأحزاب الدينية، وحضرتك كان ليك تصريحات ضد حزب النور، وبتقول يعني ده وجه آخر بتستخدمه الإدارة الأمريكية دلوقتي بعد ما فشلت في استغلال جماعة الإخوان. صحيح. صحيح تماما. احنا عندنا 6 نقاط حولين موضوع يعني الأحزاب الدينية وخاصة حزب النور. نمرة 1 ان كل حزب يميز ديني ولا مش ديني بس يميز على الناس في المجتمع ده هو وصفة لتمزيق المجتمع وتفكيك الدولة. فده يميز ضد المرأة ويميز ضد المسيحيين ويميز ضد المسلمين غير السلفيين، وبالتالي ده هيعمل لنا أزمة كبرى داخل المجتمع. انشغخات. احنا قلنا لهم يا سيدي قول اطلع قول انه يقبل ولاية المرأة ويقبل ولاية غير السلفي واحنا موافقين وندخل معاه، انا هدخل حزب النور اذا طلع كلام زي ده. طيب. لكنه انت بتعرف انه في الانتخابات 7 حط وردة مكان المرأة. صحيح. وهو مضطر للمرأة الان عشان القوائم بتقول لازم تكون في مرأة، ومضطر للمسيحيين فجاب شوية مسيحيين شاردين من الكنيسة لانه مضطر. لكن لو هو كده يطلع يقول انه يقبل ولاية كذا. دي نمرة 1. 2 العلاقة مع الامريكان. سعد الدين ابراهيم اعترف جهارا نهارا انه هو الذي كما فعل مع الإخوان المسلمين راحوا له حزب النور وقالوا له وسطنا للأمريكان، فأخذهم ودهم للأمريكان. زيارتهم لم تنقطع للسفارة الأمريكية، والسيد بكار قبل في أهم جامعة في العالم وهو جايب مقبول خلافا بتوصية ريكومنديشن عملها سعد الدين إبراهيم، دخلوه أهم جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا بتستخدم حزب النور بديلا لمؤقتا لجماعة الإخوان إلى أن يحلها ربنا عشان تستغله في البرلمان. نمرة 3 طبعا. نمرة 3 هؤلاء لا يعترفوا بالدولة.
لا بيقفوا للعلم ولا بيقفوا للنشيد القومي. وفي خناقة حصلت امبارح بس بالذات لأنه زعيم الحزب ده وقف في احتفالات قناة السويس وقف للنشيد الوطني. فالقواعد ياسر برهامي عنده فتوى ممنوع تقف لده. فالقواعد بتقول لك لا ياسر برهامي لا ياسر برهامي المفتي ده المرشد اللي وقف الراجل رئيس الحزب. طيب دكتور يونس مخيون عفوا دكتور يونس نمرة أربعة في الاحتفال وقف فهم لا يعترفوا بالدولة وهيساهموا في تفكيك شأنهم شأن الإخوان. نمرة أربعة دول جزء من حركة سلفية عامة كبيرة. الحركة السلفية دي موجودة في الخليج العربي كله ومن هناك بتتدفق الأموال وكده. مصلحتهم علاقتهم بالحركة السلفية في الخليج أهم من مواطنين مصر. نمرة خمسة لا فرق بين السلفية الدعوية والسلفية الجهادية. سينا كلها كانت سلفية دعوية اتقلبت لسلفية جهادية وعندي عشرات الأمثلة والأسماء. نمرة ستة النماذج لا في واحدة كمان سبعة. نمرة ستة النماذج اللي قدموها لنا اللي بيدعوا طهارة اليد وطهارة الوجه وانه يعني نضاف قدموا لنا البولكيمي اللي عمل عملية في مناخيره وتجميل في مناخيره وادعى انه عمل حادثة وخطف منه وقدموا لنا ونيس النائب ونيس اللي في وضع مخل بالأداء في العربية واخد حكم سنة سبعة. الأخيرة والأهم انه السيد المفتي بتاعهم الذي لا يجوز له الإفتاء وده كان مخبر في أمن الدولة برهامي اللي قال انه اذا تعرضت زوجتك لمحاولة اغتصاب فسيبها واهرب. فلا قدر الله تعالى نمد الخط على استقامته لا قدر الله انه دول بقوا اغلبية في البرلمان. ولعب البرهامي دور المرشد المصري اللي كان بيوش مرشد الاخوان اللي كان بيوش في ودان محمد مرسي فوش في ودان بكار مثلا اذا تعرضت مصر لا قدر الله لاعتداء خارجي وده شرفنا وعرضنا. هيقول له ايه سيبها ونهرب ساب الزوجة وهرب عشان كده يبقى دي اعتراضاتنا اعتراضاتنا لا علاقة لها بالدين الاسلامي اللي هم بيتجروا بيه لا علاقة على الاطلاق. وانا قلت وبكرر لو البابا تودروس عمل حزب سياسي سنكون اول من يعارضه. مسألة مبدأ خوفا على المجتمع المصري والدولة المصرية وحرصا على البرلمان القادم. هقول كلمة واحدة للاحداث السائرة لو لا قدر الله هم بيخططوا بيقولك احنا هناخد اغلبية لو لا قدر الله اخدوا التلت هيعملوا لنا زي حزب الله في لبنان تلت المعطل لبنان بقى لها سنتين ما فيهاش رئيس. صحيح كفاية انه يعطلوا لنا بس برنامج الرئيس ومشاريع التنمية بالتلت المعطل ده بتوقع الدولة. وضعهم مناوراتهم الان لا يجب ان نصدقها لما ياخدوا الحصانة هيورونا وجههم الامريكي القبيح. دي النقطة التامنة بقى خلاص نعم. ده كده تمن نقط حضرتك طرحتهم ويمكن اللي على اساسهم يكون البعض قرر انه يدشن الحملة اللي احنا هنناقش تفاصيلها بعد هذا الفاصل. دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بشكرك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. واحنا بعد الفاصل هنستكمل بقى ما ختمنا به والحديث عن حملة لا للأحزاب الدينية. ايه الاسباب يعني دكتور سمير طرح وجهة نظره وقال 8 اسباب. خلونا نعرف بقى اسباب ضيوفنا بعد الفاصل خليكم معنا. والله أنا ضد استخدام الدين في أي عمل سياسي لأن العمل السياسي قائم على اختلاف الرأي واختلاف الرأي ده شيء إثراء للحياة السياسية. أما إن أنا يكون مرجعيتي دينية فمعنى كده رأيي مقدس. لو أنا قلت رأي واعترضت عليك يبقى أنا ضد الدين وهتلبسني مصيبة أنا مش أي دخل بيها. أفضل إن جميع الأحزاب الدينية تتجه لحاجة واحدة بس للدعوة فقط لا غير. وجودهم ضروري جدا في الفترة اللي جاية ديت تمام ووجودهم لازم يكونوا موجودين ولكن الناس اللي هي اللي تحترم الدين بجد الناس اللي عندها فعلا وعي ديني وعايزه تفيد مصر بالاسلام الحقيقي. لا انا ضد مشاركه الاحزاب الدينيه في الحياه السياسيه طبعا لان اكيد بتبقى دوله داخل الدوله. يعني لو خلوا المسلمين حبوا يعملوا حزب ديني زي ما هو عاملين كده ده غلط مش حين من حقهم يعملوا حزب ديني فتبقى دوله داخل الدوله. والله حزب النور ده انا لا ايده قبل كده ولا ايده بعد كده لانه ملوش مبدا ومش ماشي ملوش مبدا ماشي عليه تمام. مره مع الاخوان مره ضد الاخوان مره مع الجيش مره ضد الجيش ما مش عارف ملوش مبدا محدد. يعني ضد مشاركه الاحزاب الدينيه في الوقت الحالي عشان ما تختلطش الامور لان احنا في مرحله حرجه بلد لسه بتقوم والراجل شغال ورئيس الوزراء شغال فاحنا دلوقتي لو شاركنا الحياه الدينيه دخلنا الدين في السياسه تاني هنرجع كنقطه البدايه تاني صفر. احنا من زمان بنقول ان احنا نبعد الدين عن السياسه اساسا لا تدخل للدين في السياسة. الدين له علاقة بالتعبد والأخلاقيات والمعاملات
لكن ملوش دعوه بالسياسه، السياسه حاجه حدوتها تانية خالص. لا احنا عايزين احزاب توقف البلد على حيلها، احزاب توقف البلد على حيلها، احنا مش عايزين احزاب توقف تنايم البلد، احنا عايزين البلد تمشي بقى، كفايه بقى اللي احنا فيه ده. برحب بحضراتكم مرة تانية، ده كان رأي الشارع. وطبعا للوهلة الأولى حضرتك كمشاهد ممكن تتوقع أن الفقرة دي إحنا عاملينها ضد حزب النور، لا، هي الحملة ضد حزب النور ومن على شاكلة حزب النور، يعني الأحزاب الدينية بصفة عامة. إنما إحنا في البيت بيتك عايزين نفتح هذا الملف ونعرف وجهة أو يعني وجهات النظر المختلفة، وحرصا على ده دعينا حزب النور، تواصلنا معاه علشان يكون أحد أعضائه، أحد من يمثل حزب النور، ضيف موجود معانا وإحنا بنتناقش حول حملة لا للأحزاب الدينية. إنما حزب النور الحقيقة بعد يعني ما استشاروا بعضهم قالوا في الآخر إنه لا، إحنا قررنا إنه مش هيكون في ظهور لينا في الإعلام في هذه الفترة للحديث حول هذا الموضوع. ولكن على الجانب الآخر في تصريحات الحقيقة من بعض القيادات في الصحف المختلفة حول حملة لا للحملات حملة لا للأحزاب الدينية. حملة لا للأحزاب الدينية ببساطة شايفة أنه طبقا للدستور مش المفروض يكون في أحزاب دينية، ولكن البديهي جدا وأول سؤال هنطرحه هو أنه في دعوات قضائية رفعت قبل كده لحل حزب النور، ولكن المحكمة الإدارية العليا رفضت الدعاوى دي. إيه الجديد اللي بتقدمه حملة لا للأحزاب الدينية؟ هتعمل إيه؟ هتسلك أي درب عشان تحاول إن هي تمنع الأحزاب الدينية من إن هي يكون ليها تمثيل كأحزاب دينية داخل البرلمان؟ طبعا في المقام الأول لازم دايما نذكر رد حزب النور اللي أنا هتبنى وجهة نظره في نقاشنا ده علشان يبقى في توازن. حزب النور دايما بيقول إحنا مش حزب ديني، إحنا حزب سياسي ذو مرجعية دينية مش حزب ديني. خلينا نرحب بضيوفي الكرام عشان نعرف منهم الدرب اللي هتسلكه هذه الحملة وإلى أي مدى ممكن يكون ليها صدى. ضيوفنا الكرام الدكتور مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي، برحب بحضرتك معنا. المهندس حمدي الفخراني عضو حملة لا للأحزاب الدينية، برحب بحضرتك معنا. والدكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، أهلا بحضرتك معنا. طيب نبدأ من مهندس حمدي عشان نعرف الحملة رايحة لفين وهتعمل ايه. مش مهندس حمدي، ايه الجديد اللي بتقدمه حملة لا للأحزاب الدينية؟ هتعمل ايه؟ ايه الدرب اللي هتسلكه علشان تحاول طبقا لوجهة نظر يعني الحملة ان هي تطبق مواد الدستور اللي بتمنع قيام أحزاب على أساس ديني؟ يعني هي حضرتك الدستور مادة 74 بتقول يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. احنا مش عايزين نختزل الحملة في حزب النور خالص. والحملة ليست موجهة ضد حزب النور، احنا بنقول لا للأحزاب الدينية مسيحية كانت او قبط او مسلمة. يعني لو في حزب مسيحي لا احنا ضده تماما. ضد استغلال الدين للحصول على مكاسب سياسية. افتكر كان في شعارات اننا بنقول ان دول مندوب العناية الإلهية على الأرض، لازم ننتخبهم إذا كنا بنحب الدين. إذا كنا عايزين الدين يسود، مش عايز أقول الدين الإسلامي أو الدين المسيحي بقى عشان مش عايز أختزلها في دين محدد. علشان الدين انتخبني، يوم ما اختلف معاك يا أستاذ تامر يبقى أنا كافر، تكفرني يا أستاذ رامي. أستاذ رامي يوم ما اختلف معاك يبقى أنا كافر، لأن هو بيقعد بينصب نفسه وكيل عن العناية الإلهية على الأرض، أنه بيتحدث والمدافع عن الدين الإسلامي أو الدين القبطي. يوم ما بتختلف، أنت بتختلف ما بتختلف مع مش شخص له وجهة نظر جائز أننا نختلف معاه، لا ده أنا بختلف مع الدين وبختلف معاه، بيكفرنا تاني يوم. طيب بس المنطقي دايما انه الناس بتقوله دلوقتي طب ما في يعني 4 أو 5 دعاوى قضائية رفعت واتحكم برفض الدعوة. ايوه بالظبط، هو كان لازم يحكم برفضها لان خدت خطأ اجرائي في الشكل في رفع الدعوة. القانون بيقول ان المنوط به رفع دعوة لحل اي حزب طبقا للقانون اللي هيئة لجنة شؤون الأحزاب هي اللي تروح للمحكمة وهي اللي ترفع القضية لحل هذا الحزب.
الناس اللي رفعت هذه الدعاوى رفعوها من نفسهم في المحكمة الإدارية العليا وهي المحكمة المختصة، لكن لم تختصم معها لجنة شؤون الأحزاب لإلزامها بأنها تقدم ما لديها من مستندات. طيب. احنا محلينا الحزب الوطني كده وحل الحزب الحرية والعدالة كده. طيب دكتور مروان، ليه يعني ايه تفسيرك بأنه لجنة شؤون الأحزاب مش بتتقدم بدعوة لحل الأحزاب الدينية؟ وهل لو لجنة شؤون الأحزاب قدمت دعوة في هذا الصدد ده ممكن يمس حزب النور اللي هو حزب سياسي طبقا لكلام حزب النور حزب سياسي ذو مرجعية دينية؟ خلينا نتكلم على أصل النشوء بتاع حزب النور أساسا. حزب النور أساسا نشأ من خلال عدد من العضويات والتوكيلات جمعوا على مستوى الجمهورية من خلال لائحة وبرنامج وداهم لنفس محكمة النقد دي عشان تقول له لا في لجنة شؤون الأحزاب جزء منها أنها تقول له أنت حزب لست حزب ديني وكذا وكذا وكذا. خد عاوزين نتكلم على موضوع الورق واللي مكتوب فيه حاجة والممارسة الحقيقية شيء آخر. فهم كاتبين ورق ربما ترأيته المحكمة ساعتها عندما وافقت على الحزب ان هو مش حزب ديني او طائفي او مميز او الكلام ده كله، ولكن الممارسة الحقيقية هو حزب ديني بامتياز. نحن نرى يوميا ان كل حزب نور توجهاته بناء على المرشد بتاعه اللي هو السيد برهامي وهو اللي بيفتي وهو اللي بيوجه كل شيء. نحن متأكدين ان قناعات هذا الحزب لا يؤمن بالدولة نهائيا ولا النظام السياسي ولا اي شيء، بل يرى الوصول الى الحكم جزء او خطوة اولى من عدة خطوات تنتهي بهدم هذه الدولة وتحولها لدولة دينية منها احتكار الدين وما شبه، بحيث ان يبقى انا ممثل السلطة وممثل الرب وممثل كل شيء. طيب حضرتك شايف ده لجنة شؤون الاحزاب شايفة ده؟ لا، ما هو لجنة شؤون الاحزاب ربما شافت الورق انما الواقع ده لابد نجد مخرج قانوني ان احنا نبدأ نواجه هذه الاحزاب، لان وجودها اساسا بمنتهى الامان عصر في تقدم هذه الدولة. ان انا افضل سيبهم على اساس ان ورقهم سليم يا جماعة هنعمل ايه؟ مش ده الاجابة. انا عاوز اشوف الممارسات بتاعتهم. دلوقتي انا عندي كم منبر بيعتلين اللي هم قيادات حزب النور والمؤيدين ليهم على مستوى الجمهورية، يعتبر كل واحد دول بمقام مقر حزبي. تمام. بتواجههم بشكل غير عادي على مستوى الجمهورية والدولة شايفة ان مدام الورق سليم. لا، مش ده الورق سليم، الممارسة لازم نبص عليه. تمام. ويتغير فكرة ان لازم محكمة النقض هي اللي تفصل. وحيث ان يعني ايام او اسابيع بتفصلنا عن الانتخابات البرلمانية، فبدأت بعض الاحزاب تتحرك في هذا الاتجاه. ولكن دكتور أيمن، بعض الناس بتقول إنه ومنهم حزب النور نفسه بيقول والله الأحزاب المدنية خايفة مننا، خايفة من منافستنا، ومتوقعة وعارفة إن إحنا هيبقى لينا أصوات كتير في الشارع المصري، وبالتالي هيكون لنا تمثيل قوي داخل البرلمان، وعشان كده بدأت بعض الأحزاب دي تتحرك عشان تمنع وجود حزب النور لأن هم مش قادرين ينافسوه. هو حضرتك بتحصل الخلاف مع حزب النور، وبالرغم إن إحنا رأينا يسري على الوسط، يسري على مصر القوية، على مجمع الأحزاب اللي بتنتهج تقول ان انا مرجعيتي اسلامية. او لا، هو انا مش بختصر في حزب النور، انا بس يعني باخد تصريحاتهم عشان انا مع حضرتك اطرحك. انا مع حضرتك. احنا بنثني على الحملة، احنا مش اولا لسنا داعمين الحملة ولا مشتركين في الحملة، انما بنثني عليها لانه مطلب من مجتمع مدني لنص دستوري واضح ان لا احزاب على اساس ديني، وما ينفعش نشاط سياسي يشترك في الدين بصوره او باخرى او يستغل الدين بصوره او باخرى. فنرجع نقول احنا التجربه قالت لنا الاذرع السياسيه للحركات والدعاوي الاسلاميه كان ذكر منها الامرين على مدى 3 سنوات، والسنه بتاعه الحكم كانت مريره. فده يخلينا يعني اللي تلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. ما ينفعش ان احنا نسكت على حزب هيستغل الدين بصورة أو بأخرى ادعاء أن مرجعيته إسلامية لتحقيق مكاسب سياسية، لتحقيق مكاسب سياسية، استغلال الجامع في الدعاية، استغلال دغدغة المشاعر بالدين، أن الآخرين كافرين وإحنا اللي معانا الولاية الإسلامية وهكذا. هنا المشكلة. هنيجي بقى للحقيقة سألته أن هو طيب ليه اللجنة العليا للأحزاب ما لم تتخذ إجراء. الاختبار اللي جاي واختبار عملي جدا. احنا هنراقب جيدا جميعا اداء هذه الاحزاب اللي انا ذكرتها في دخولها للبرلمان. اي تطبيق عملي ممارسة الدين او استغلال الدين في الدعاية الانتخابية او الممارسة السياسية المفروض يحصل شكوى للجنة الاحزاب. لجنة الاحزاب في هذه الحالة يبقى قدامها مستندات تتقدم بيها لحل هذا الحزب او ذاك بأي صورة، أدلة وبراهين على أنه في ممارسة من حزب بيدعي أنه حزب سياسي بالزبط. ولكن هو حزب ديني. هذه الحركة بتعمل حراك شعبي وتنبه الشعب أن خلي بالكم
احنا مش عايزين استغلال مره اخرى لنص لعوار في نص دستوري واضح تطبيق للدستور اللي احنا كلنا وافقنا عليه. فهي لا هي مش خصومه سياسيه. احنا اذا كان اي حزب من الاحزاب هيشتغل سياسه بحته بدون اي ادعاء وتجربه تاني هرجع اقول مريره. احنا في الانتخابات السابقه في البرلمان السابق كلنا في المساجد كفرنا ان احنا ما بنصليش ونصوم. ادعاء بقى الماده الثانيه حكايه ان الماده الثانيه مرجعيه مصر كلها مرجعيتها اسلاميه فهي حقيقه. مصر كلها في التشريع مرجعيتها اسلاميه بناء على الدستور. فلا يقصر على نفسه ان تكون مرجعيته الاسلاميه. كلنا مرجعيتنا اسلاميه وفي ماده ثالثه وفي الماده الثالثه يعني الامور مش عايزين نحملها اكتر من طيب بس عوده للسؤال الرئيسي اللي كنت طرحته. هل الاحزاب اللي بتثني على هذه الحمله من وجهه نظر الاحزاب الدينيه الاحزاب دي مش بتثني وتدعم شكلا او معنويا فقط حتى او فعليا لمجرد خوفها من ان الاحزاب الدينيه دي هتحصل على اصوات اكتر منها؟ لا انا كحزب سياسي لازم انتهج. انا راجل في وقت من الاوقات الاعضائي هيخشوا البرلمان هيشرعوا فلازم احترم القانون. الدستور بيقول لا حل لحزب سياسي الا بحكم قضائي. فلننتظر هذه الحمله اذا وصلت الى القضاء سوف ندعمها ونقف معها لان هيكون تحت ايدها مستندات حقيقيه بانتهاك مواد الدستور. طيب باشمهندس حمدي هل الحمله هتوصل للشق القانوني؟ انا اللي عارفه ان في شق شعبي دلوقتي هو اللي شغال وهو جمع توقيعات من المواطنين بان هم موافقين على حمله لا للاحزاب الدينيه مظبوط؟ على رفع دعوه قضائيه لحل الاحزاب الدينيه كلها. مين اللي هيرفع الدعوه القضائيه دي في الداخل؟ ان شاء الله يعني انا والمحامين بتوعي الاستاذ محمد شبال والاستاذ محمد رفعت والدكتور سمير يعني في مجموعه من المحامين هتبقى. طب ده مش هيبقى شبه الاربع خمس دعوات اللي اترفضوا قبل كده لانه مش لجنه شؤون الاحزاب؟ انا قلت لحضرتك ان احنا هنرفع الدعوه المره دي على لجنه شؤون الاحزاب هنختصمها معانا في الدعوه لإلزام الغاء القرار السلبي للجنه شؤون الاحزاب بالامتناع عن تحريك دعوه لحل الاحزاب التي لها ممارسات احنا مش هنتكلم عن اللائحه بتاعتها خالص ولا الاعضاء لها ممارسات تستغل الدين للحصول على مكاسب سياسية. تاني حاجة ده لازم يبقى معاه أدلة. أيوة طبعا. والأدلة موجودة؟ يعني لما رحنا إثيوبيا علشان نهر النيل عزف زيناوي وهو موجود عزف السلام المصري السلام الوطني المصري ولم يقف له احتراما نواب حزب النور. بس دكتور يونس مخيون وقف في افتتاح قناة السويس اهو في فتاوى كتير بتقول لا انت دلوقتي ما كانوا بيقولوا ان مش بنحط ورده على صوره المرشحه السيده في قوائمها وبيبصوا للسيده على انها معون جنسي فقط انا اسف في الكلمه يعني يبقى لا احنا مش كده. طيب اذا يعني الحمله دي حضرتك هدفها عمل حراك شعبي اولا ليس لها اي اثر قانوني عشان بس نتكلم التجميع التوقيعات ديت هي نوع من الحراك الشعبي زي حمله التمرد بالظبط. التمرد لما جمعت 26 مليون لعزل مرسي هل مرسي مشى؟ مرسي لم ما مشاش الا بثوره 30 يونيو يعني ثوره الشعب هو اللي قام هي نوع من الحراك بعد ما يبقى بتعمل صحوه للمواطنين لانهم خلي بالكم في خطر في منطقه معينه اي المنطقه دي خلوا بالكم منها هناخد طب انت عايز تحل الحزب الديني الديني برضه مش هقول حزب النور او حزب القبطي او المسيحي او اي حزب تاني عايز تحل لانه بيستغل الدين للحصول على مكاسب سياسيه يعني هو عايز يشتغل سياسه يشتغل سياسه بس عايز يشتغل دعوي يشتغل في الجامع في الكنيسه في في المعهد زي ما يطلب. تمام باشمهندس هفكره في لحظه فعلا هفكره اول يوم في البرلمان لما كنا موجودين تفتكر الجمله التي اضيفت على نص دستوري بما لا يخالف شرع الله يعني احنا الممارسات دي اللي خايفين منها يعني دي هي دي الخطوره يعني كانوا بيقول لك اقسم بالله العظيم انا احترم الدستور والقانون وحطوا ايه باراجراف كده بما لا يخالف شرع الله طب ده مش نص ده مش نص قانوني يجعل مرسي لما حلف القسم الدستوري مره في ميدان التحرير ومره في جامعه القاهره المحكمه الدستوريه قالت له لازم تقسم عندنا في المحكمه الدستوريه فالقسم الدستوري اللي اقسموه هم في مجلس النواب كان قسم باطل بما لا يخالف شرع الله. طيب دكتور مروان دلوقتي مع وجود الحمله دي
الدكتور ياسر برهامي ليه تصريح مؤخرا بيقول لا تضطرونا، هو تصريح تحذيري يعني، لا تضطرونا للجوء لحشد مضاد أمام الحملة. والله يا دكتور ياسر برهامي يعني استكمالا للتصريحات السياسية الدينية كوكتيل اللي بتطلع يعني هيشد ضد الحملة يعمل ايه؟ هو حزب او الاحزاب الدينية في مصر باش انه خصص على حزب النور، هل مجموعة السلفية كلها اللي هي المتبقية ان هو ادعاء ان هم بتهديد غير عادي للحياة السياسية ان هم هيكسبوا كل الدوائر، الكلام ده كله مش حقيقي. هم عندهم مجموعات من المؤيدين اللي هو شبه نفس الموضوع ده. احنا يهمنا ايه؟ ان هو ما يستغلش مؤيدين اخرين ويضحك عليهم، سواء بفلوس الجمعية الشرعية، سواء بالمساجد، سواء بأي طريق ملتوي، الزيت والسكر. احنا عاوزين نوقف الكلام ده. الزيت والسكر بيجي منين؟ ما احنا عاوزين نسأل برضو الجمعيات، كل الجمعيات الخيرية التابعة للجمعيات السلفية من اولها لاخرها بتعمل ايه وفين حاجتها والحاجات دي بتروح فين؟ عاوزين بقى لجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان المختصة في الدولة على مراقبة العمل السياسي تفرجنا الحاجات دي بتيجي منين. عاوزين نشوف ممولين حزب النور، هم مين ممولين حزب النور؟ هل هي جامعات؟ هل هي من الخارج؟ لكن حضرت مع حزب النور في الولايات المتحدة مرة، كان في رحلة بمنتهى الأمانة مع أو بالأحزاب الدينية في كذا حزب ديني. الاهتمام بالدفاع عن الآخر أكثر من الدفاع عن بلدنا. تمام. فبغض النظر أنت تؤمن هو بإيه، هو كذا الحزب كذا حزب ديني دول ممكن يقوموا لامين بعض، والله ما دام حضراتكم عاملين لا للاحزاب الدينيه هم يعملوا نعم للاحزاب الدينيه او يعملوا حمله وياكدوا فيها ان احنا مش حزب ديني حضرتك انا بيني وبينه الفيصل ايه؟ انا عاوز نفسه منافسه شريفه نوري العالم كلهم حجمهم قد ايه. مش عاوز نفسه منافسه زي ما تقول ايه هلعب مباراه معاه بس 11 لعيب ضد 11 لعيب بس معلش الفرقه بس دي هو هتمسك الكوره بايدها. المنافسه الشريفه من وجهه نظر هقول لك ورينا هنعمل ايه في البرلمان. لا ما ينفعش يستغل الدين وتبقى منافسه شريفه. انت عاوز تطلع بره مقاليد اللعبه وتضيف ليك قيمه مضافه وتقول انا هخش اللعبه بالقيمه المضافه دي. لا حضرتك كلنا سواسيه. ما تجيش تقول لي انا الوحيد اللي هحتكر الدين بما له خالف شرع الله. ما في تفسيرات، في حاجات عديده كانت موجوده انت هتفتكرها. يعني الدكتور مروان فكرني بالدستور برضه بيقول المواطنون لدى النص الدستوري المواطنون لدى القانون سواء لا تمييز بينهم. انا كده بعمل تمييز ايجابي لمن يستغل الدين بالظبط. يعني انا بقول انا مندوب يعني هي على الارض انا بستغل الجامع، انا بستغل الشريعه بقول ده اللي بينتخبني هيبقى هيخش الجنه هيخش الجنه والتاني هتفتكر. انا مش عايز اقول طيب اسمحوا لي احنا معانا على التليفون الدكتور سمير صبري المحامي، هو احد المحامين اللي كانوا تقدموا بدعوى لحل حزب النور. دكتور سمير مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني دلوقتي زي ما قلنا انه في دعوى اتقدمت قبل كده بس مش لجنه شؤون الاحزاب هي اللي كانت تقدمت بهذه الدعاوى. لو اتكلمنا النهاردة وفرضنا انه حملة لا للأحزاب الدينية جمعت ملايين التوقيعات، الإجراءات القانونية اللي ممكن يتم اتخاذها بينما انا كممثل لحزب النور في هذه اللحظة هقول لحضرتك والله انا مش حزب ديني، انا حزب سياسي ذو مرجعية دينية. انا اقول لحضرتك فيما يتعلق بالحملة الحملة للأحزاب الدينية، الحملة دي الغرض منها ان يبقى فيه تجميع شعبي لإلغاء كل الأحزاب الدينية وحلها بالكامل. هيكون لها أثر أمام المحكمة، ولكن فيما يتعلق بالأثر القانوني لا تنتج أي أثر قانوني. لأن المحكمة بتطبق قانون ما بتطبقش الثمرات. تمام. فالدعوة اللي بيتعلل بيها حزب النور بمقولة إن القضية دي اترفعت أكثر من 10 مرات وفي كل مرة خسرت، الكلام ده مش مظبوط. القضايا اللي اترفعت بحل الاحزاب او بحل حزب النور رفعت عن طريق الخطأ، لان القانون اشترط ان يتم تقديم مذكرة للجنة شؤون الاحزاب هي التي تتولى إحالة هذه المذكرة للمحكمة الإدارية العليا. أساتذة محامين أما أقاموا الدعوة لجأوا للمحكمة الإدارية العليا رأسا، فقضي فيها بعدم القبول شكلا لأنها لم تستوفي الشكل القانوني. أما الموضوع لم تتعرض له المحكمة على الإطلاق، وعلى ذلك فتم إقامة الدعاوى طبقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية. فيما يتعلق بحزب النور، حزب النور يتحدث على أنه حزب سياسي ولكن له مرجعية دينية. حزب النور أبعد ما يكون عن كونه حزب سياسي. حزب النور هو حزب ديني إخواني، أحد أسرع الجماعة الإرهابية، وهناك أدلة قاطعة أنا تقدمت بها إلى لجنة شؤون الأحزاب بأنه حزب ديني
ولا مساله معلش يا دكتور سمير لو حضرتك الثانيه من الدستور تحميه الكلام ده مش مظبوط دكتور سمير كان له مرجعيه دينيه فانه خالف نص الدستور ان يكون حزبا سياسيا. طيب دكتور سمير لو حضرتك بتقول انه بتسمي احد الاحزاب باسمه وبتقول انه له علاقه وله يد في العمليات الارهابيه التي تتم، ما الطبيعي هيقول لحضرتك الحزب ما تقدم بلاغ، ده اتهام حضرتك بتتهم بيه الحزب، وحزب النور طبعا له حق الرد ويعني احنا بنحاول نتواصل معهم عشان يردوا، بس لو حضرتك لديك ما يثبت، وحضرتك محامي، لو حضرتك لديك ما يثبت بانه هناك حزب له يد في عمليات ارهابيه ما تتقدم ببلاغ. تقدمت ببلاغ، ده ثالث بلاغ، على ان السلفيين معروف كان موقفهم ايه من ايام المتخابر محمد مرسي، وكان يخرجوا يؤيدوه، وكل مسلكهم هو ذات مسلك الجماعة الإرهابية، يستكنوا ويقعدوا ساكتين لحد لو الأمور مشيت على هواهم يظهروا ويحطوا ايدهم، الأمور ما مشيتش على هواهم يبقى هم بعاد عشان محدش يلزيهم. طيب يعني أنا بكرر دكتور سمير، طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير صبري المحامي، وبكرر أنه ده اتهام من الدكتور سمير صبري لحزب النور، وعليه انه يتقدم ببلاغ، واذا كانت هناك ادله فبالتالي هيكون في احكامها تصدر. حزب النور له حق الرد في اي لحظه، مرحب بيهم ان هم يتواصلوا معانا، احنا الشباب عندنا بيحاولوا يتواصلوا معاهم لحد دلوقتي، ولكن على ما يبدو يعني ان هم مشغولين والبعض الاخر رافض انه يشارك، ولكن حق الرد مكفول لحزب النور، واتمنى حد منهم يتواصل معانا عشان لو حابب يرد على ما اثير في هذه الفقره وما اثاره الدكتور سمير صبري. طيب يبقى احنا حضرتك باشمهندس حمدي قلت انه الحمله هتجمع توقيعات وبعدين هيبقى في مذكره هترفع الى لجنه شؤون الاحزاب، ولجنه شؤون الاحزاب كمان هتختصموها في الدعوه اللي هتتقدموا بيها. هو ده اللي انا قلته للدكتور سمير صبري اكده. مظبوط. طيب سؤالي التالي هو دكتور ايمن، لو الدعوه اللي اتقدمت او القضيه اللي هتترفع الفتره اللي جايه كان النتيجه فيها زي الدعاوى اللي كانت قبل كده، هتواجهوا حزب النور ازاي كحزب سياسي كمصريين احرار في الانتخابات البرلمانيه؟ الرهان هيكون على الناخب ان هو يختار اللي هو هيمثله صح، ما يغيرش هويه مصر مره تانية. ده اول رهان. العتق الثاني ان احنا لازم نبقى حاطين في اعتبارنا ان المسؤوليه على اللجنة العليا للانتخابات أن تتلقى الشكاوي وتأخذها مأخذ جدي وأن تحقق فيها وترفق هذه الشهادات للجنة العليا للانتخابات. يعني يبقى في تواصل بصورة أو بأخرى بين اللجنتين. المرة الأولانية ما كان في أي تواصل، كان كل الشكاوي للدعاوي التكفير اللي في الجوامع اللي حصلنا عليها وكل الشعارات اللي كانت بترفع ضد الأحزاب الأخرى كانت بتركن لأسباب أو لأخرى. لا، اللجنة العليا للانتخابات عليها دور، الناخب عليه دور، ولجنة الأحزاب عليها دور. هل تثق حضرتك أنه هيكون في رقابة فعلا على الحملات الانتخابية؟ زي ما يكون في رقابة على الدعاية لازم يكون في رقابة على طريقة الدعاية وطريقة على الدعاية والممارسات. بالضبط، والممارسات. هل حضرتك تثق في أنه هيكون في رقابة صارمة فعلا وأنه كل من يتجاوز هيتم اتخاذ إجراءات؟ هنتعشم ذلك. احنا ما قدرناش حل. باشمهندس حمدي بيقول ما هو ما قدرناش حل تاني. القضاء مش هياخد وحد يقف مكان لجنة شؤون الأحزاب. الشعب مكانه. لا هو هي معروف مكانها، بس يعني المفروض اللي يتقدموا لهذا الموضوع لازم يكون اولا بجديه، يكون الشكوى موثقه، لازم يكون حاطين في اعتبارنا ان المنطقه الوقت حرج. حضرتك سمعت التحذيرات اللي قالها الدكتور سمير، اعتقد في منتهى الخطوره. ما عندناش استعداد نبقى ولا لبنان ولا ليبيا ولا العراق ولا اي حاجه. احنا عايزين على الدكتور سمير غطاس. ايوه. احنا عايزين لو حزب بيشتغل يشتغل سياسه لمصلحه مصر، لمصلحه التنميه، لمصلحه البناء، المستقبل، استكمال خريطه الطريق بوضوح. انما دغدغه المشاعر بهذه الطريقه لا، الموضوع مش موضوع خصومه سياسيه بقدر ما هو نص دستوري بيخترق اختراق بين.
تمام. دكتور مروان، من ضمن التصريحات اللي خرجت يعني من بعض الأشخاص، عشان أنا مش عايز أخد كل التصريحات من حزب النور بس الحقيقة، فهقول بعض الأشخاص يعني المنتمين لهذه النوعية من الأحزاب، قال يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور. فالفقرة ألف من المادة الرابعة في قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أن أي حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، في حين نجد الأحزاب العلمانية تنادي بفصل الدين عن الدولة، وهذا ينافي الشرع والدستور، ويجب حلها أيضا لأنها تفتح الباب للحريات على الطريقة الغربية، فمنهم اللي بيدعوا للشذوذ، ومنهم اللي بيدعوا لزواج الرجل بالرجل وإلخ إلخ. مجلس الدولة هناك هو لو مش عارفين المكان أروح معهم أوري لهم المكان يرفع القضية فين. ده كلام هو مشكلة حزب النور، معلش يعني في الممارسة، حزب النور هو ده، أنا قلت أحزاب الدينية. أحزاب الدينية مشكلتها مع الممارسة السياسية بالكامل. هو يرى أن الممارسة السياسية لابد تكون تبع الضوابط والمعايير اللي بيحطها مكتب الإرشاد بتاعه، أيا كان الحزب ده اسمه إيه. عنده مكتب إرشاد يدعي امتلاك الدين كله وكل الطوائف التانية وكل المذاهب الإسلامية المعتمدة من الأزهر، لا شيء لا توجد، أنا بس الحزب بتاعي اللي هو ممثل ربنا، وأنا حفرض عليكم أمر وضعي إن أنا هبقى قائد مصر وهسوق الدولة دي الأبد. فهو رافض أساسا العملية السياسية. قصة المرجعية الدينية اللي هم بيتخذوها البانة وقاعدين يقولوها لبعض، طب أنا عاوز بقى حد يسألهم، يا جماعة أنتوا بتقولوا المرجعية الدينية ومرجعية دين الإسلام، أنا عاوزك بقى نسألك كام سؤال. إيه رأيك في المرأة؟ إيه رأيك في الدولة؟ إيه رأيك في الديمقراطية؟ إيه رأيك في الحرية؟ يعني ايه المساواه بين المواطنين؟ رد علينا بقى بشريعتك انت او مرجعيتك ايا كانت، دين اسلامي دين مسيحي دين اي دين انت عاوزه. انت هتقول لنا بقى مرجعيتك ايه للاسئله دي. ثم اما تجاوبني حاضر اقبلك ان انت مرجعيه اسلاميه دين سامح اللي احنا نعرفه، هيقول لك انا بحترم المراه، بحترم المراه فعشان كده هي موجوده معانا في القائمه، بحترم الاقباط عشان كده برضو احنا متواصلين مع بعضهم. بحترم انت بتحترم الدستور، مش تحترمه انت كمواطن صعبانين عليك، لا حضرتك بتحترم دستور. حاجه ثانيه، لو انت هتعمل حزب فاشي لنفرض يعني بيميز المواطن او بيمزز حزب على جميع الدوله، بعد كده هل بيسمح لي بالممارسه ان انا اقول انا هعمل حزب سياسي يا جماعه بس غرضه ان شاء الله نهدم الدوله ونعملها دوله لهذا الحزب فقط ونمنع الاخرين من ممارسه اي حاجه سواء في اجتماعي او في الدين؟ فما ينفعش نقعد نلحب في الالفاظ. انا عاوز يبقى في اجراءات حقيقيه من مؤسسات الدوله ان انت لو عاوز تبقى مرجعيتك دي اهلا وسهلا، رد عليها على الاسئله اللي موجوده في الدستور، لازم تقول لي ايوه انا موافق عليها. رد انت بقى واكتب ورقه انا موافق وروح لاتباعك قول لهم يا جماعه انا مرجعيتكم الدينيه، معلش انا راجل كاذب، انا هطلع هوافق على كل الحاجات دي رغم انها مخالفه للمرجعيه اللي عندنا. فهو هتلاقي نفسك انت خلاص جاوبنا على السؤال. احنا يا جماعه هل احنا بصدد موافقه على حزب ما يعني نوع من الفاشيه الدينيه دي؟ نوع مش انا اللي مخترعها دي، دي توصيف علمي في السياسه. هل احنا مستعدين نوافق على وجود حزب فاشي النهارده؟ اقليه، ربما نجد ظرف تاريخي يحصل بعد كده، يحصل حاجه يستطيع الوصول للصناديق ويهدموا هذه الدوله. هل احنا معلش يعني بالسذاجه في التعامل مع دوله مهدده زي مصر في وقت حرج زي كده؟ كل بقى المشكله في ايه دلوقتي؟ احنا نتمنى حاجه، واتمنى من لجنه شؤون الاحزاب واللجان اللي بتراقب على الانتخابات تاخد الامور باكثر من جديه. احنا اول يوم ما هنفتح الانتخابات هتلاقي كل الجوامع انتخبوا الراجل المتدين، انتخبوا رجل الدين، انتخبوا مش عارف، يقول لك بدعيش الحزب. لا، انت بتوجه الناخب ومستغل المنابر بفعل سياسي، وهتبدا كده وهيبيشتغلوا بفلوس الجمعيه الشرعيه. انا عاوز اعرف يعني هو محترم لو عملوا كده يبقى في اجراءات من اللجنه العليا للانتخابات، لانه محظور استخدام المنابر. انا عاوز حد يروح يسال حزب النور الحاجات اللي انتوا بتوزعوها دي بتجيبوها منين حضرتك؟ يعني الكميات المهوله من السلع الغذائيه اللي بتوزع على طول دي حضرتك مصدرها ايه؟ لو مصدرها شرعي اهلا وسهلا، تبرعات اعضاء ما حدش هيقول لك حاجه. ليه كم من التعتيم على حزب النور عشان يبقى عندنا تعتيم في الجاكيته؟ لا، اللي هو قبوله مضطرين عشان يبقى اسمنا ايه؟ احنا عندنا احزاب يعني ليبراليه. يعني الدوله بتغض البصر عن حزب النور وممارساته. اللي انا بشوفه بمنتهى الامانه وانت بتتابع ان لا، متساب حزب النور يعني عشان احطه عروه في الجاكيت اقول يا جماعه شفتوا عندنا كل الاشكال في البرلمان؟ لا طبعا. ما يا جماعه خطر، هذا الامر خطر. الدكتور ياسر برهامي كمان باشمهندس حمدي بيقول انه الحمله دي غرضها الرئيسي هو تشويه حزب النور والتأثير على عدد الأصوات اللي هيحصل عليها حزب النور، ولكن احنا بنقول الحملة انه الموضوع مش هيفرق معانا ولا هتؤثروا على الأصوات ولا هتؤثروا على صورة حزب النور لدى المواطن المصري. انا بأؤكد مرة اخرى الحملة عنوانها لا للأحزاب الدينية، لا لاستغلال الدين للحصول على مكاسب سياسية، سواء حزب قبطي او حزب اسلامي. نحن ضد الاثنين. الدكتور سمير غطاس في الفقرة السابقة قال لو البابا تودروس نفسه عمل حزب سياسي أنا هقف ضده. احنا مستعدين ننضم لحزب النور الآن إذا اعترف بالدولة المصرية
اعترف بالمرأة كنصف المجتمع، اعترف ب لم يكفر الآخر. أنا لو سألت النهاردة هذا الحزب أو ذاك الديني هيقول لك الطرف الآخر كافر. لو سألنا حد من حزب النور هيقول لك طيب الأقباط كفار، ولو سألنا حد من التانيين ممكن. سؤال أخير نختم به، لو حزب النور يا دكتور أيمن عمل الكلام اللي باشمهندس حمدي بيقول عليه، هل خلاص مفيش مشكلة وهتقبلوا منافسته أي مواطن هو أي حزب ديني تاني تقبلوا المنافسة في الانتخابات البرلمانية؟ ما تقولش حزب ديني بقى، يعني أي حزب على أساس ديني. أي مواطن له حق ممارسة الحياة السياسية، محدش يقدر يمنعه إذا مارس الحياة السياسية بالشروط الدستورية المنصوص عليها في الدستور، ويبقى عارف إن مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة. إذا توفرت هذه الشروط لأي حد ولم يمارس دغدغة المشاعر لحصول على مكاسب سياسية هنا لا، حق أي حزب يبقى يشارك في الحياة السياسية ويحق لنا الانضمام لهذا الحزب. تمام، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا دكتور مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي، باشمهندس حمدي الفخراني عضو حملة لا للأحزاب الدينية، دكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار. شكرا لوجود حضراتكم معنا. حابب بس في الختام أكد مرة تانية، لا الفقرة دي ولا الموضوع ليه علاقة بحزب النور فقط، دي حملة اسمها لا للأحزاب الدينية، فبتتكلم عن الأحزاب الدينية بصفة عامة. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا بذلنا مجهود ما قبل الفقرة وما قبل هذا اليوم والإعداد للفقرة وأثناء الفقرة للتواصل مع أعضاء حزب النور، وإلى هذه اللحظة لحد دلوقتي بنحاول نتواصل معهم. الحقيقة ردودهم ما بين أنه لا أنا مشغول، أو التليفون فعلا مشغول، أو أنه بيرفضوا المشاركة للرد على هذه أو ما تناولناه في هذه الفقرة، ولكن ما زال الباب مفتوح ليهم ومرحب، حق الرد مكفول. في نهاية المطاف في حملة موجودة، في دعاوى كانت موجودة قبل كده، في حزب نور موجود، وفي أحزاب أخرى يرى البعض أن هي أحزاب قائمة على أساس ديني، بينما هذه الأحزاب ترد دائما على أنها هي أحزاب سياسية ذو مرجعية أو ذي مرجعية دينية فقط. إلى أين سينتهي هذا السيناريو؟ أعتقد بقى الإجابة فقط تحملها الأيام القادمة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة من البيت بيتك. دمتم في أمان الله.